يقع محمية جبل موسى في قضاء كسروان الفتوح على مسافة حوالي 50 كيلومتر شمال بيروت، وتبلغ مساحتها 6500 هكتارا، وتشمل 7 بلدات كسروانية أساسية وهي أمز، عبرة، شوان، يحشوش، نهر الدهب، غبالة، وجورة الترموس. ويمكن الوصول إلى مداخلها الثلاث، حيث يكون في انتظارك حراس ومرشدي الجمعية لمرافقتك على دروب الجبل. هنا الطبيعة تدعوك إليها لتعاملها كصديق، لتستمتع بها، لتعيش لحظات الصفاء بعيدا عن زحمة الأسواق التجارية والمجمعات السياحية. إنها السياحة البيئية. جبل موسى كله دروب، كله درب، يعني السيارة ما بتوصل، الموتو ما بتوصل، كله بينمشى فيه على الإجرين. هون دعوة لكل الناس بيحبوا يعملوا سبور أو بيحبوا سبور الهايكينج، يجوا عليه. السايح بده يطلع لفوق أو اللي بيعمل هايكينج بيمشي على هالدروب اللي عملتها جمعية جبل موسى، تما يمشي على الزهور والشتل يلي أنت خايف أنه يتدعوس عليهم. عاملين إشارات سير بيقدروا يمشوا كل المنطقة من دون ما يضيعوا، بس على دروب خاصة. لا لا، يشرف الجبل على نهرين، نهر إبراهيم الأسطوري ونهر الدهب. هنا في الداخل حفر التاريخ والجغرافيا صفحات وصور تجعل من هذا المكان عنوانا للإرث البيئي والثقافي والإنمائي. عبر الـ LBCI، LDC ولبنان الحر، مساء الخير على وقع هذا التقرير عن محمية جبل موسى، عشية ما يحضر للجبل من نشاطات. ولأن كلام الناس كبرنامج أخضر سيخصص للمحمية في الأيام المقبلة عدة نشاطات وتقارير. وبعد، ماذا بعد إضراب الهيئات الاقتصادية بالأمس؟ هل سقطت فرصة تشكيل الحكومة؟ هل طارت مبادرة نبيه بري الحوارية قبل أن تناقش؟ وماذا عن تداعيات أي عملية ضد سوريا إذا حصلت على لبنان؟ هل يرد حزب الله إذا كان الضربة ستهدد النظام السوري؟ هذه محاور نعالجها الليلة مع ضيوفنا النائب ياسين جابر، المستشار السياسي للرئيس سعد الحريري الدكتور غطاس خوري، وممثلي الهيئات الاقتصادية الدكتور فرانسوا باسيل والدكتور نقولة شماس، الذي سيشاركان في محور في هذه الحلقة. أما بداية فوقفة كالعادة مع مبدع من لبنان افتخرنا ونفتخر وسنفتخر به دائما، وهو الحائز على وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، هو من جديد مكسيم شعية، الذي نرحب به ونستقبله في الاستوديو لنعرض معه تجربة السفر والمغامرة هذه المرة عبر المحيط الهندي، بعد أن كنا قد استقبلناه سابقا وتابعنا معه التحضيرات. مساء الخير مكسيم شعية، أهلا وسهلا فيك، مبروك لك هذا الانتصار، مبروك للبنان، ونحن كالعادة فخورون بك. شكرا مرسل. بداية تقرير رنا خواند في صور حصرية من رحلة مكسيم شعية. لأنه بالنسبة له ما في شيء مستحيل، حمل المغامر اللبناني مكسيم شعية اسم لبنان وقبل التحدي، وبعد ما تسلق القمم السبع وصولا إلى أفرست، وبعد ما تجاوز التحدي الفريد للأقطاب الثلاثة، قرر يغوص بعالم البحر ليجتاز المحيط الهندي. أكثر من سنتين اشتغلت على هالمشروع هيدا، افتكرت أنه إذا جدودنا الفينيقية عبروا البحار، ليش نحن ما فينا نعملها عن جديد؟ الرحلة انطلقت من غرب أستراليا لاجتياز المحيط الهندي وصولاً إلى جزيرة موريشيس قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا.
كنا ثلاثة على المركب، أنا وزميلين، شخص من بريطانيا وشخص من الدنمارك. تفاعلنا سوا كفريق حتى نوصل ثلاثتنا سوا. المركب اللي عبر من خلاله ماكسيم المحيط كان مميز ومخصص للمجذفين. طوله تقريبا 9 متر، عرضه تقريبا مترين، في له مثل غرفة للأمام صغيرة كتير وغرفة أكبر شوي بالخلف، في له مقعدين تواحد تتنين يجزفوا بفرد وقت، ما في حمام، ما في مي جارية. كان من المتوقع أن الرحلة تستمر لتسعين نهار، ولكن ماكسيم والفريق حققوا إنجاز وعبروا 6500 كيلومتر ب57 نهار بالرغم من كل الصعوبات اللي واجهتهم. مع العلم أنه أكثر من 65% من يلي حاولوا فشلوا. أسرع واحد منهم كان بسنة 2009 مركب 8 أشخاص 58 نهار و15 ساعة و8 دقائق، ونحن بعون ربنا وبركي بكل الصلوات يلي رفعت عن أجلنا قدرنا نوصل بسلامة ب 57 نهار، يعني كسرنا الرقم القياسي ب 24 ساعة و 19 دقيقة. الوقت الحاضر قد ما كانت صعبة المحيط الهندي ما بفتكر في عندي شيء براسي، بدي بس ارتاح شوي وبعدين كل شيء وارد. ليش لا؟ صحيح ما في شيء هين بالحياة، بس ما في شيء مستحيل. هيدا شغلة صعبة كتير كتير كتير، بس لو حدا حط عقله براسه وفعلا بده يوصل وآمن بنفسه وبربه بيوصل. ماكسيم شعيا، هالمغامر اللبناني الطموح، أصبح اليوم مثل للتحدي ومثل لكل لبناني ولكل إنسان بحاجة لأمل ليبقى عنده حلم وشجاعة تيحقق المستحيل. شو كنت عم تقول ماكسيم؟ عم بقول السيجار بعد ما ولعته. ليه؟ شو ناطر؟ بركي فوز أكبر. شو بعد عندك فوز أكبر؟ لا ما في شيء مارسيل بالوقت. ما بقى عندك وقف هون الحدود، خلصت هون بالمحيط الهندي؟ يعني طلعت فوق، طلعت على الجبال ورحت بالبحر، ما بقى في حلم آخر؟ عندك شيء تقترح؟ تعرف أنا دائما بقول إنه القمة. أنا بعد تعرف تعرف شو ماكسيم؟ هات لنشوف. تألف وزارة بلبنان. هيدا مستحيل على الجميع حتى عليه. شو؟ هيدا بتتابع المستحيلات، هالفكرة مش لقيلة للمخرج هون. أو مثلاً تقطع نهر بيروت، يعني مع تمسيح وتحجم التلوث، أنا بعتقد مغامرة أخطر بكتير من اللي رحت فيها. ماكسيم شعيا، شو أضفت لك هالمغامرة؟ أضفت لي إن اللي قلته بركي هون بهالروبورتاج الصغير اللي عملناه من يومين، إنه كل العالم متصورة إنه أنا بتسلق جبال أو بعبر الأقطاب، بس هون برهنت إنه واحد لما حط عقله براسه حتى بشي مش لقله وفعلاً بده يوصل بيوصل. والرسالة لهالشباب يلي رح نوصل رسالة شباب. بس خليني أسألك قبل، كيف يعني مثل ما شفت بالروبورتاج وحضرتك قلت لي قبل ما يعني وقت أحضر إنه كان ستي بريفي إنه يكون 90 يوم، كيف قدرتوا عملتوها ب 57؟ شو العوامل؟ هل هي عوامل طبيعية؟ هي قوة إرادة؟ شو العوامل اللي خلتكم تعملوها ب 57 يوم؟ يعني تقريبا نص. هلا لما انا اخذت اكل ل 90 نهار، هيدا ورست كيس سيناريو، يعني أوكي. يعني واحد افضل انه يفضل معه اكل من ما ينقص معه الاكل بالمحيط. هاي اول شغله. شو العوامل اللي خلتنا نكسر الرقم القياسي يلي هو ما كان ابدا بفكرنا بالاول؟ أكيد الصلوات اللي رفعت من أجلنا ساهمت. بينتهم أنا. بينتهم أنت، وشكراً مارسيل، وشكراً لكل يلي فعلاً ويكبونا بالصلاة. بس ثلاثتنا كنا فعلاً حريصين إنه أي مشكلة نتخطيها، ولا واحد منا أفى ولا مرة دوره على التجزيف. وكل ما كيف كان الدور؟ بلشنا مع بروجرام معقد كتير من شخص بجامعة بفرنسا بيلحق الفوندي جلوب، وعملنا بروجرام معقد. من بعد أسبوعين اكتشفنا أنه لما بيكون شخص عم بيقدف بيروح أكتر من نص سرعة إذا شخصين عم بيقدفوا. وقلت لهم تعوا يا شباب، نحن 3 أشهر 90 نهار وقت طويل، بدل ما نعمل هالبروجرام المعقد كل واحد منا بيجزف ساعتين وبيرتاح 4 ساعات. وهيدا اللي عملناه. ما عدنا عم نجزف شخصين بفرد وقت، صرنا كل واحد يجزف لحاله. بس ما كانت أصعب ماكسيم؟ لا، لأنه في انرجي سينيتيك، يعني بس وقت بس يمشي. وطبعا لما كان في صعوبات أوقات نطلب نجدة من شخص آخر، بس
رأينا أنه بهالطريقة هيدي الكل بيبقى محمس أنه يرجع يجزف من بعد 4 ساعات ريحة، وخلتنا نوصل بوقت سريع. ماكسيم، كيف قدرتوا تحملتوا؟ يعني شو القدرة اللي كانت عندكم تقدرتوا صمتوا وتحملتوا هالقد؟ تكرت لح تسألني كيف قدرتوا تحملتوا بعضكم؟ واصل لها. مليك. مرسيل، شوف. واحد لما يكون مش بس بهالرحلة هيدي، برحلة كمان القطب الشمالي وبركي أفرس وآخرين، لما تكون بصعوبات بدل ما تفكر بالصعوبة اللي أنت عم تمرق فيها بتفكر باللي معقول تحققه، والصعوبة بتصير بسيطة جدا. بتتذكر المقالة، إذا هدفك القمة الباقي تفاصيل. صحيح. نفس الشيء هون، يعني أوقات هدول تفاصيل. طيب، ما زالك أنت فتحت مسألة، يعني عرفت أنه صار في مشاكل بأول فترة بالتقليعة، ليش؟ المشاكل من وراء انه انتم ما بتعرفوا بعضكم، يعني لا، مش المشاكل مش بيناتنا، صار في مشاكل بيناتنا بس نتيجة عن المشاكل يلي حصلت على ليش المركب. ليش شو مشاكل المركب؟ اول شيء مركب بالاول مثلا جهاز تكرير المياه ما كان ماشي. اوكي، شو عملتوا؟ في عنا واحد على الايد، هيدي كان على الكهرباء طبعا، على البطاريات يعني اللي منطقة الشمسية، اشتغلنا اللي على الايد لبين ما انا تواصلت مع انجلترا وسويسرا البلد المصنع لهالجهاز هيدا، تقدرنا صلحني. انتو صلحتوا لوحدكم؟ نعم. طيب، مشاكل بين بعضكم ناتجة عن شو كانت؟ تعرف مرسيل، نحن 3 أشخاص على مركب طوله 8 متر و80 سنتي، وعلى بمحيط شرس جدا، ما بد لابد انه يصير في من يعني شو قدرت يعني؟ اول شيء انتم ما بتعرفوا بعضكم، جايين محلات مختلفه، ما بتعرفوا بعضكم، هذه شغله اساسيه كانت. اكيد. النقطه الثانيه شو هي؟ انه ما بنعرف بعضنا، بس بدي اقول هون انه زميلين اللي كانوا معي عبروا المحيط الاطلسي قبل. نعم. يعني عندهم خبره بهالشغله. ما بنعرف بعض، سعي من نفس البلاد، سعي من نفس اللغه، من نفس التفكير والى اخره، بس كلنا عندنا هدف واحد. عظيم. كان هذا الهدف، بس انه شو كانت الاسباب الحقيقيه لهذه المشاكل؟ بركي عدم الخبره من الاول، بركي يعني المشاكل بتصير بكل نقرته مثلا على مساحه النوم بالقارب. لا، النوم ما في، يعني كل واحد معروف انه انا بدي جزف من 4 على 6، وبهالوقت هيدا مين حط البرنامج؟ مين حط دوام الشغل؟ مين حط دوام العمل والدواء؟ انت حطيته. نعم. ليش؟ لانه انا قائد هالرحله، ولانه مثل ما قلت لك من بعد ما اكتشفنا انه ما في لزوم 2 يكونوا عم يجزفوا بنفس الوقت ومتعب كتير، اقترحت الشيء هذا بالاول ومشينا فيه، وبعدين شفنا انه شيء جيد جدا. لمن تهدي هذا الانتصار ماكسيم؟ ما في لزوم نساله. اكيد للبنان. اكيد. ليش؟ ليش لا؟ لانه انت عم تعيش كل الاحباط. مش للبنان. لمين؟ لشباب لبنان. اوكي، هذا بدي اسمعه. ليش شباب لبنان؟ لانه بفهمون بهالحاله، هالعدم الاستقرار، بفهم انه منا هيني، بس مثل ما انا تسلقت القمم السبع لما كان المدفع عم يضرب، وهلا للاسف كل ما اطلب البلاد عبر الاقمار الاصطناعيه ما تتحسن الحاله ابدا. ما لازم واحد يفقد الامل، وما لازم يضيع هالسنين الرائعه اللي كتار منهم عم يمرقوا فيها وما ينتجوا فيها وما يعطوا 100% من جهدهم، لأنه الحالة منا جيدة. طيب، إنه يعني هالمغامرة شو بتعلم الشباب لبنان؟ شو بتقلن؟ هيدي شو الصورة فوقها اللي عم نشوفها؟ هذا مش سامر بيضون؟ هذا صديقنا سالم بيضون. هذا وسام من وزارة الخارجية، والشكر للجميع على سالم ولا نعم. ولا بركي آرا وإلى آخره، يلي يعني ساعدوا كتير بكتير من الأمور. خصوصا آرا عرفني على شخص بموريشس، لو ما منه بركة كان تحطم الشخطور على وصولنا. هو الخطر بالبحر هو اليابسة، وبس توصل في الهواء من ميلة والبحر من ميلة والموج من ثالث ميلة، وفي عندك الكورال ريفز يلي كتار تحطموا عليهم. ماكسيم، اللي بدي أرجع أسألك يا حول الموضوع، يعني أي لبنان مثلت أنت بالخارج؟ لما كانوا يسألوك هالشباب عن لبنان شو كنت تقول لهم؟ قلن انه بركي اللبناني اللي كتار
كثير من الأوقات واحد بيشوفه على شاشات التلفزة بالخارج منه لبنان الفعلي. شو لبنان الفعلي كنت قلن عنه؟ لبنان طموح، لبنان حضارة، لبنان أنت بتعرف لبنان شو مرسال، بس مش أكيد مش يلي للأسف كثير أوقات منشوفه على الشاشات بالخارج. مكسيب، أنت صرت رمز للشباب اللبناني، للمغامرة اللبنانية، صرت تدعى على كثير من المحاضرات تحفز الشباب اللبناني، صرت عندك ندوات، صرت يعني رمز لهذا الطموح اللبناني. اليوم شو بدك تقول لهذا الشاب اللبناني؟ بيقدر يعمل، بيقدر ينجح، بيقدر ينتصر بفضل شو؟ أكيد بيقدر، ليش ما بيقدر؟ تعرف أنا وعم بجزف تسمعت على كتير كتب بوكس أون تيب، وهيك حفظت مثل ما قالي صغير، مش ما قالي جلدي صغير. هيدي ساعدتك بال أكيد بتسمع موسيقى أوقات، وأوقات بتسمع على كتب. أوكي. ما فيك تسمع كتب كل النهار، خصوصا إذا كانوا كتب هيك قاسي. بس جملة واحدة حفظتها، إنه السفن صممت وبنيت مش تتبقى داخل المرفأ. ما حرام هالشاب يلي عنده طاقة هالقد يتكسلن وما يستعمل منها إلا قسم صغير، لأنه ربي حلو كتير. وربي حلو كتير، حلو كتير. خبرني عن أصعب لحظة عشتها. في كتير لحظات صعبة والله، بس يا مرسيل بقول لك بصراحة، أصعب لحظة لما رجعت وفهمت إنه بلدنا ما تحسن أبداً وبعده مثل ما هو. ليش كنت متفائل؟ قبل ما انطلق جبت البوارج معك، رحت بالسفينة جايب الحرب معك يا مكسيم. نعم. قبل ما امشي سألت صديق وزير سابق شو رأيك بالحالة، قال لي مكسيم بتروح وبترجع والحالة بتبقى مثل ما هي. يا ريت وصدق، كانت أسوأ. أسوأ كانت. هلا كحال رح نشوف رأي الهيئات الاقتصادية اللي مبارح دقوا الناقوس، ومن هون بدي أسألك سؤال الأخير أستاذ مكسيم، لأنه دايما أنت بتفاجئنا مغامرات. نقول خلص طموح مكسيم هون، بعد شهرين ثلاثة بتلفن لنا نبيل شعيا بقلنا مكسيم خي عنده مغامرة جديدة، كيف بدنا نلحقه؟ وهون بوجهله تحية لنبيل، لأنه فعلا كان خير دليل لأنك وسائل عام لكل شغلك مكسيم. شو الهدف المقبل؟ مش رح تتقاعد اليوم مرسيل. إذا سألتني هالسؤال من ثلاث أسابيع كنت قلت لك بدي أقعد على جنب البسين إجري بالماي وأشرب بيناكولادا. بس هلأ فكرت بشي؟ هلأ فكرت بشي؟ لا، مش هلأ فكرت بشي. بريد استعمل أنا هالنجاح هيدا لبلادي وللمنطقة اللي عم تمرق بظروف صعبة. ما بقولك أكتر شي للشباب، فعلا صعب واحد يفسرها، بس حرام واحد يروح أفضل خيرة حياته بس لأنه خلق بهالمنطقة الصعبة. وكل واحد فيه يلاقي شيء يعمله يفتخر فيه ويفخر صحيح بلاده. بكرة منخليها لغير حلقة، بركي خبرك المشروع الجديد، بس هلا ما في شيء براسي بقول لك بصراحة. هي شو الصورة أخيرا؟ ليش عامل هيك؟ هون قبل ما انطلق، هيدي باستراليا عم بطلب من ربي انه ما يقلب هالشخطور. تعرف هذا الشخطور سيلف رايتنج، بس البرمي والحمد لله ما برم ولا مره، ما برم ولا مره فينا. صار في معنا 7 أو 8 نوك داونز، يعني يضرب جنبه بالمي ويتعبى كله مي والى اخره، بس ما بحياته قلب فوقاني تحتاني. مكسيم كل مره بشوف عم بلاحظ عم بيزداد ايمانك اكثر فاكثر، ليش؟ ما في واحد هيك بهيك لا، انه كل مره عم حسك عم تستعمل يعني مساله علاقه بالله لحتى تصلي. ليه؟ هل هي على اكتشاف قدرات الطبيعه، قدرات الله من خلالها، او 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 وجود الله بحياتك بهاللحظات الصعبه؟ ليش؟ لا، وجود الله، انا كل عمري مؤمن، بس شيء اكيد انه بهال لما تكون بالطبيعه يلي اقوى منا كلنا ويلي ما فينا لا يلا وشو ما فيك الا ما تطلب النجدة من حدا. من مين بدك تطلبها يا مرسيل؟ طيب لا أنا خيف ولا مرة شرحت عجيب والله، طرحت حالي هيك. على كل حال نحن رح نواكبك أستاذ مكسيم بكل نشاطاتك الجديدة، ومثل ما قلت لك نحن معك، نحن فخورين فيك، وبتأمل أنه بالمرحلة المقبلة يكون عنا صور أكثر حصرية لهذه المغامرة في المحيط الهندي. بدي أرجع لك، مش أنا عم بنقول باسم كتير من الشباب اللبناني، فخرنا فيك وأعجبنا فيك، وأنت سفير الأحلام اللبنانية. شكرا لك، على أمل مغامرة جديدة. يمكن عندك شيء تقوله بعد؟ لا، بدي هون ما بدنا ننسى نشكر الـ LBC اللي وكبتني لجزر الموريشيوس أكيد. صحيح. وبدي أشكر طبعا كل اللي دعموا هالمبادرة هيدي، ما رح ما سامي لك إياهم كلهم، ما بتحبوا أنتم نسمي سبونسرز، بس لو ما منهم ما كانت بتصير
ما كنت بقدر أنا حقق اللي عملته، وما كنت بكون الماكسيم اللي بتعرفوه لو ما عدد أشخاص آمنوا فيي مثل ما في شركات عم بتآمن فيك لهالبرنامج هيدا. مرسي، أهلا وسهلا فيك أستاذ ماكسيم. بدي أقول شيء، أنه نحن دايماً عم نسلط على المبدعين من لبنان تمن التهم انه نحن بس عم نضوي على النقاط العتمه بالبلد، في مبدعين من البلد، ونحن وعدنا انه دائما بعد في ايد خير، بعد في ناس مبدعين بالبلد رح نضوي عليهم، واي شخص مبدع بنتمنى انه يتصل بكلام الناس لحتى يعني نحن فعلا نظهر هذه الحالات على الهواء. بدي اقول انه بطل سباق السيارات بلبنان بيلي كرم كمان رجع امبارحه من اكبر رالي كروس بالعالم، استقطب اكثر من 70,000 متفرج، شارك فيه أكثر من 80 مشترك من 18 دولة بينهم بطل العالم كريستيان لوب. وطبعا يعني عم شوف هون صورة بيلي معه، وحقق يعني نتائج مهمة، لو ما يصير عنده مشكلة بسيارته بحادث صغير خلته ما يقدر يفوز بمراقب يعني مركز متقدم. بنقول له شكرا لبيلي كمان على هذا النجاح، وعلى أمل أنه نحن نضوي على شغل بيلي للمستقبل. شكرا لك ماكسيم شعيا. بعد بريك الإعلاني منستقبل ممثلي هيئة اقتصادية الأستاذ نقول شماس الدكتور فرانسوا باسيل، ومثل ما قلت بأول حلقة رح يكون بهذه الحلقة كل الحلقة رح يكون معنا النائب ياسين جابر والدكتور غطاس خوري المستشار السياسي لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري. بريك ونتابع. الحياة بلبنان صارت صعبة والحل ببلش بتشكيل حكومة، هي عبارة رئيس الصناعيين نعمة فريم لدى إعلان الهيئات الاقتصادية إضرابها يوم أمس. ورغم إجماع اللبنانيين على أنه الوضع الاقتصادي معدوم والحالة عم تتفاقم، هل بأيدوا إضراب الهيئات الاقتصادية؟ مع إضراب الهيئات الاقتصادية عشان ما في شغل للمواطن اللبناني. شوفي رخيص بالبلد، يعني كيف قادر تعيشي بالبلد؟ اذا كانوا عاملين اضرابات قبل المره ولقوا نتيجه يعملوا اضراب جديد، بس اذا ما فيش نتيجه بس تعطيل للبلد مش اكثر. ما نحن مضربين خلقه هون. انا بايدهم معهم حق شرعي لانه البلد مشلوله، ما في غير حل. يعني ان العالم طيب لمن خلص حبلي البلد خلي شو بتعملي فيها؟ يعني بس سكرنا ولا ما سكرنا ما عم نستفيد. اللي في اضراب هيئات اقتصاديه يلا انا مع مني عم يشكو انه في الشغل، واني ضد الاضرابات. ليش عم يضرب؟ الاضراب عم يجيب شيء لانه راسه النقابات كلها حراميه مثل الزعمه حراميه. قد ايه عم بيصير في اضرابات ومظاهرات؟ يعني ما حدا عم بيرد على حدا. نظره ومن نظره مهزه من البلد واقفه لك البلد مسكره كده. ولمين بيحمل اللبناني مسؤوليه التدهور والشلل الحاصل؟ الوضع الاقليمي، الوضع الامني، العالم خايفين تطلع من بيوتها. شو هالحكومه اللي حاطينها تحت تصريف الاعمال؟ ما بقى في حدا مسؤول خلص. الشعب اللبناني لانه المفروض يتضامن، ينزل مظاهرات وسكر ويعمل اللي بده اياه، يعني يصير في حكومه. انا مسؤول عن اقتصاد نحن كشعب، نحن كشعب بنتعايش، امني لي استقرار وامني لي امان لحتى افتح شغل. تفتكري مين مسؤول غير هالمسؤولين الكبار؟ يعني طبعا النواب والوزراء اللي نحن بننتخبهم. رئيس الجمهوريه ينزل. نحن الشعب اللي منزقف كثير للزعمه بظروف المنطقه كلها. حزب الله دارب السياحه، وهي السياحه بتمثل نسبه كثير عاليه من اقتصاد لبنان. يعني بلشنا، رح نبلش مطرح ما ختم آخر مواطن حمل فريق سياسي، وفريق آخر عم بيحكي، ومواطن آخر عم بيحكي عن فريق سياسي. هون بدي بلش. مساء الخير أستاذ ياسين جابر، أهلا وسهلا فيك. بدي رحب الأستاذ ياسين جابر الدكتور غطاس خوري المستشار السياسي للرئيس الحريري، الدكتور فرانسوا باسيل رئيس جمعية المصاري، أهلا وسهلا فيك، والأستاذ الصديق نقولة شماس رئيس جمعية تجار بيروت، أهلا وسهلا فيك. وشو كمان، بس بدي أقول لك كلمة، إنه هلأ عم تشوف ماكسيم شعيا الفرق بيننا وبينه، إنه هو بيقدم لقدام، نحن اقتصاد منقدف ونرجع لورا. حق مين؟ الحق وحق على الطبقة السياسية. لكن عم تحكي مع ياسين جابر. عم تحكي مع ياسين جابر. بكل تأكيد. عم تحكي مع ياسين جابر. عم تحكي معه، وأنا وجهت له مبارح صرخة حق 75 مليون دولار مشان طيوع الأستاذ جابر ويوعوا السياسيين. بالفعل. لا لحظة لأن بلش. يا دكتور أول شيء حيّدته للدكتور غطاس، كأنه الدكتور غطاس مش من الطبقة السياسية. منه حاليا بالندوة البرلمانية دكتور غطاس. كيف يمثل رئيس أكبر كتلة برلمانية. بس جاري عشمالي بالكتلة بالندوة يعني البرلمانية. هو المسؤول. هو يعني من بين المسؤولين. أنت مبارح يعني أنت بس مبارحة
مفروض ترد لهم 75 الى 100 مليون دولار. هلا هن مفروض يردوها للشعب اللبناني، خسروها للشعب اللبناني 75 مليون دولار. ليش اني سارقينهم؟ لا انه ليش بدي ارد لهم اذا مش سارقهم ولا كان. نحن اليوم عمليا اولا يمكن معلش الاستاذ الاولى لحظه الاستاذ الاولى مبلش على العالي هيك على العالي. اولا نحن كلنا بنفس القارب، يعني انا وجع الاقتصاد يمكن اكثر واحد بنوجعه لاني كمان انا رجل اقتصاد، كمان انا رجل اعمال بلبنان. نعم. فالخساره واقعه على الجميع مش على فريق واحد. نعم. عمليا نحن عم نمثل راي رجال المال والاقتصاد في لبنان بكل المجالات، في اللجان النيابية، في المجلس النيابي، عنا نفس الآراء بما يختص بالجمود الاقتصادي اللي عم بتعيشه بالبلاد، بضرورة الإنقاذ، بضرورة أنه يعني يصير في مبادرة. اليوم طبعا المبادرة لو بإيدي أنا كنايب أو بس أنت ليش حملته لإله هو المسؤولية؟ أنا لأنه وتحمس أنك حمسته بداية الحلقة. لا بتحمل لي إياها؟ في إمبلي بقى تنفجر أو فرانسوا بيسي بده يفجرها أو نولا شماس وفي حدا بيطلع فيه أو بالتصخوري أو بمثل مش عم نقصده بالذات، هو فهم هالشي طبعا برمزيته كنايب. شو رمزيته؟ بس عم نقول إنه يا أستاذ مارسيل نحن عم نعاني من سنتين. نعم. اقتصاديا تعطلت الدورة الاقتصادية، إنما بالأشهر القليلة المنصرمة دورة الحياة تعطلت. نعم. وبالفعل نحن الهيئات الاقتصادية عنا عدة شغل كل هالوقت عم نستعمل، إذا بدك الوسائل التقليدية يعني عم نستعمل من عدة شغل المكنسة الناعمة. امبارح قررنا نظهر المكنسة الخشنة إنه خلص يعني الأمور ما بقى تحمل. أمتى منزلين الجرار؟ بدك يعني. تشوف بلبنان استاذ مارسيل الوضع وين صار. نعم. يلي ما عم بيموت بسيارة مفخخة عم بيموت بالصاروخ، ما بيموت بالصاروخ بينخطف، ما بينخطف بسكر مصنعه، أو يلي ما بيسكر مصنعه بينصرف من وظيفته. هذا الوضع اللي وصلنا له. بس الهيئات الاقتصادية يلي هي مؤتمنة على الأمور الاقتصادية وأيضا الوطنية إلى جانب الطبقة السياسية عبتجي تقول نحن ما بقى قادرين. كلنا مؤتمنين من هون، ما بعتقد طيب هون فريق لوحده مؤتمن من موضوع عظيم من هون. مازال كل مؤتمنين. أنتوا دكتور غطاس يعني كفريق سياسي ألستم أنتم من حرك الاقتصاديين للضغط باتجاه تشكيل حكومة؟ وهل سمت فريق ما مسؤول عن تعطيل الاقتصاد؟ يعني امبارح سمعنا بعض الكلمات، حتى التجار النبطية اللي قاطعوا الاضراب. انا عارف اشتغلت التجار النبطية. لا 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 في التباسه. لا ما في التباس. جمعية التجار النبطية التزمت بالاضراب. ايه؟ ولكن في احد بيعرفوا سيزن اولى طلع بيان اعلامي يعني؟ انه هيئات الاقتصاديه من هو احد هذا ضدك بالسياسه؟ لا يعني شخص له وضعه طلع بيان، بس مش اكثر من بيان. ولكن جمعيه التجار النبطيه التزمت بالاضراب لانه وجعهم مثل وجع كل تجار لبنان. طيب بس مثل وجع كل اللبنانيين. بس خليني اسال هذا السؤال يعني دكتور غطاس، يمكن وجعهم اكثر من غيرهم. صحيح. انتم ما حركتوا الهيئه الاقتصاديه؟ لانه واضح انه كل هالفتره كان يلام الأستاذ محمد شقير والدكتور فرانسوا والأستاذ نقوله أنه عفوا على التعبير دكتور، ولا بعمرك كنت هيك، بس أنه أنتوا أدوات، أنه هني أنتوا عم تحركوا الأدوات بمشروعكم السياسي. هي بدأ أدوات في حكومات تعاقبت من 2005 لهلأ. نعم. من 2005 لهلأ بنص الحرب 2006 وبعد 2006 كان في نمو بالبلد. إجا الرئيس مئاتي وحكومته العتيدة، بدل ما يكون في نمو رجعنا لورا، صفينا بالواحد واثنين، وهلا قديش ماينس وان؟ ماينس وان هذا اقل من واحد. هو مسؤول عن هالقصه دكتور غطاس؟ طبعا في، لكن كيف في بده يكون هو مسؤول؟ اجى الربيع العربي، اجت المعارك، كيك على حرب 2006 وكان في نمو. طيب. وبعد 2006 كان في نمو، كان مسألة تانية. اليوم موضوع السوري كان في ازمه عالميه اقتصاديه ضاربه العالم وكان في نمو. في سياسات اقتصاديه اتبعتها هذه الحكومه، صرف عشوائي وفي تحييد لفريق اساسي بالبلد. انتوا حيدتوا حالكم مش احنا حيدنا حالنا. كيف يا استاذ مارسيل بالانقلاب اللي تم من تعرض عليكم تفوتوا على الحكومه؟ ما فتوا، ما بدي ارجع فوت بهذا النقاش. استاذ مارسيل انه صار في انقلاب على حكومه سعد الحريري اللي هي حكومه وحده وطنيه. نعم. ومن وقتها لهلا كل الاطراف بما فيهم اللي انقلبوا على سعد الحريري بيبكوا على حكومات الوحده الوطنيه، وهلا بتشكيل هاي الحكومه الحاليه كل الموضوع انه بدنا نرجع لحكومه الوحده الوطنيه. طب انا بدي اسال سؤال، فسرتوا لنا لحد هلا ليش انقلبتوا على حكومه الوحده الوطنيه اللي كانت برئاسه سعد الحريري غير شهود الزور؟
وشو بعد دخلك كان؟ نسي هون شهود الزهور أهم شيء و... أهم شيء وما, وما جابوا سيرته بعدين و... وبعدين انتشت قصة شهود الزهور. وين شهود الزهور؟ خلينا نعرف هذا الموضوع الزهور. رح أرجع لك بالسياسة لأنه أكيد أنت جاي من موناكو مع الرئيس سعد الحريري وعندك كم الكبير من المعلومات والتحليل. دكتور فرانسوا انت امبارحه يعني هالصرخه اللي صرختها واصل منقول عن سانك انه رح تبلشوا انتو كمصارف توقفوا دعم الدوله اللبنانيه والدين الدوله اللبنانيه. هذا شو الخط الاحمر بلش تهددنا فيه؟ كل مره بتهددنا ما بتعمل شيء. ده صار لي عم بحكي انا بالنسبه من وقت موعيت انا عديني بسمعك صرخ صرخ وما بيطلع بايدي شيء. مش انه المساله مش عندك دكتور فرانسوا. مش عندي بس عم بوعي الطقم السياسي. هالطقم السياسي الموجود بلبنان يلي جمالاً ما عم بحكي عن أشخاص معينين. هالطقم السياسي بلبنان للأسف ما حدا بهمه إلا نفسه وحزبه وطائفته. ما حدا عم بيفكر بلبنان ومستقبل اللبنانية. يعني ياسين جابر من هالطبقة السياسية ما بيفكر لا في استثناءات أكيد. شو يعني شو ليش طبعا ليش أنا موجود أنا معنا أنا اليوم أنا بكل 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 ضمير بقول أنا معالي الوزير ياسين جابر من الأشخاص لأنه هو من الهيئات الاقتصادية هو من الناس هو من الهيئات الاقتصادية وهو قلبه على الاقتصاد وقلبه على 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 البلد أكثر يمكن أكثر منا. حشت حرجول موقف هلا فريق السياسي لا هذا واقع لا هذا واقع هذا واقع ونحن نحن بدنا نعتمد عليه إنه يكون صوتنا عند الحزب يلي هو بينتمي لإله. هو ما بينتمي هو مناصر يعني هو مناصر يعني نعم. مناصر لحزب بينتمي لكتلة نيابية أكيد. بينتمي لكتلة نيابية وكمان دكتور غطاس بس أنا بدي أشغلي قبل ما نكمل. نحن منا أدوات عند حدا. نحن ما ممكن نكون أدوات عند حدا. نعم ليش؟ لأن بينتوا هيك بهالسنة نحن عندنا حرية الضمير لا ما تحركتوا عرقنا. بس إلا ضد حكومة نجيب مئاتي. ليش ما صرختوا إلا بس ضد حكومة نجيب مئاتي؟ أنت ونقول الشماس ومحمد شقير أكثر شيء اشتغلتوا بهالطريقة. نحن كهيئات اقتصادية منا ضد حكومة الرئيس مئاتي. ضد مين؟ أكيد منا ضد الأشخاص يلي عم بيتصرفوا كأنهم الوزارات لإلهم. مين يعني؟ ضدهم. مين يعني؟ أنت بتعرفهم سميهم. مرة الماضي طلعت حكيت عن حزب الله وتاني نهار انه كيف فرانسوا باسيل سمى. ليش ما عندك الجرأة تسمي حدا من عائلتك؟ هي انا شو بدك تخلفني بالعائلة يعني؟ ليش انت هلا عم تحكي انه كل واحد بفكر بحاله وبفكر بوضعه وبحزبه؟ لا بالواقع في وزراء معتبرين انه خيل الطائف هني بيقولوا لك انه الطائف بيعطينا صلاحيه نعمل اللي بدنا اياه. نحن اسياد الوزاره. يعني انا بعتبر الوزير انا حتى اذا كان مكتوب بالطائف انا بعتبر الوزير هو مركز سياسي. طب هاي المشكله هاي مشكلتكم قطاعات اقتصاديه انتم امبارح مش لا, لا 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 في عندنا في عندنا مشكله طبعا بالوزاره في تصرفات صارت غير طبيعيه. طيب. هيدي جزء من وزاره الطاقه ايه وزاره الاتصالات نعم وفي عده وزارات اخرى كمان ما بدي بقى شف انا ما شفت انكم مستهدفين فريق سياسي واحد مش مشكله لا خلينا انا بدي افرجيك انه مش مستهدفين سياسي معين او فريق معين. الواقع لما كان نسبة النمو 8-9% أنا بدي أجي أعترض على الحكومة على أعوذ بالله. أنا بعترض لما نسبة النمو تصير 0% هذا اللي صار مع حكومة رئيس سنة الماضي واحد أكثر واحد. من بدي أخذ على حالي. أنا قلت 3 سنين رئيس جمعية تجار بيروت. أول سنة أنا مع مجلس إدارة تبعي كان الوضع الاقتصادي ماشي كانت مهمتنا أنه نحسنه. صحيح. السنة الثانية الوضع الاقتصادي وقف صار لازم نمشيه. أما السنة الثالثة فالبلد مهدد بدنا نساهم بإنقاذه. فإذا المهمة بتتغير والطبقة السياسية والحكومة الموجودة أساسا هي بتتحمل المسؤولية. عم تجي بتقول مثلا أنتوا كمان شو دخلكم بالسياسة؟ أنا بربق بالهيئات الاقتصادية أنه تكون أداة لا سمح الله. نحن جمعية تجار بيروت مثلا عمرها 100 سنة ولما الدستور اللبناني خلق نحن كنا عم نضيف مغلي استاذ مساري بطبيعه شو شو علينا. طيب فاذا بشو نفعكم هالاضراب امبارح نفعنا الاضراب مش قال لي بس شو عملتوا انتم امبارح زبيتوا 100 مليون دولار وحملتوهم لياسين جابر شو عملتوا امبارح ياسين جابر ياسين جابر صديقي يلي حققناه حققنا الوحده الوطنيه الاقتصاديه امبارح
اللي قال لك ايه من النبطية لا طرابلس لا زحلة لا بيروت بشقايها كلهم كانوا مسكرين عظيم. وتمكننا انه نوجه رسالة بس للأسف السياسي الوحيد اللي تلقى في الرسالة هو رئيس الجمهورية. طب السيخية انتوا عم بتصرخوا بالوقت الضايع، لا في حكومة ما في وقت ضايع ولا رح يكون في تشكيل حكومة، في ضربة جاية على سوريا، انتوا شو هيدا التوقيت شو بتعمل كله سوا؟ الانجاز الاول انه لاول مرة الهيئات الاقتصادية بتتحرك من 40 سنة. نعم. الانجاز الثاني انه قدرنا وحدنا البلد ووحدنا الكلمة تبعيتنا. نعم. بس يعني للأسف صار في نتفة أصوات نشاز امبارح، بعد النقابات ما قلعت معنا، بعد السياسيين ما كانوا على مستوى مين الحدث يعني؟ بعض الوزراء يعني سمعنا سرسرات ما كانت يا خي ما قال لي اسمهم من النيو الوزراء بالحكومة من النيو شو بدي بقسميهم انه طالع كلام شو قالوا انه ما كان له لزوم هالاضراب كان له لزوم هالاضراب استاذ ياسين لكن المشكلة استاذ مرسال انه لبنان بعتقد كلنا عايشين بستيت اوف دينايل يعني حالة انكار كلنا عم ننكر واقع قائم فعلى المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي بدنا اول شيء نبلش نبطل ننكر صحيح. انه عندنا مشكلة ونبلش نحاول نعالجها على كل المستويات يعني هلا طبعا صرخة الاقتصاديين ما بالنهاية كلنا حاسين بهذا الوجع لانه بالنهاية كلنا كمان جزء من هذا المجتمع ونحن عنا شغل وعارفين قديش الوضع متراجع بس هل نحن عايشين بمعزل عن المحيط اللي عايشين فيه؟ يعني هل ذكرت انت مثلا الربيع العربي؟ لا مش بس ممكن مسألة سوريا اليوم هل ممكن لبنان يكون فيه نمو اقتصادي 7-8% بظل ما يحصل في سوريا بظل مليون نازح سوري بظل حالة رعب عم بيعيشها البلد اليوم يعني لبنان بلد يعني مش عارف أيمتى الضربة بتجي وشو حيكون انعكاسها عليه فبالتأكيد كيف؟ نعم كيف؟ ممكن يكون كيف؟ لو نحن نأينا بنفسنا عن التدخل بسوريا بشكل مباشر وبأنه نصير جزء من المعركة اللي موجودة على الأراضي السورية وبأنه اليوم نحن بنأسف أنه في ضربة أمريكية عم تتحضر وأكيد كلنا بنأسف أنه في ضربة أمريكية عم تتحضر بس بنفس الوقت يا أستاذ مارسيل بدنا نأسف أنه حدا يكون عنده جرأة يستعمل الغاز الكيماوي الكيميكال ويبنز اللي هي من الحرب العالمية الثانية ما حدا استرجع استعملها بس كان ما اجى هتلر دكتور غطاس بما فيهم هتلر ما دكتور غطاس كان ما اجى مليون نازح سوري على لبنان كان يعني اجى مليون بس كان نحن قادرين على انه بتكاتف وتضامن كل اللبنانيين نعمل حلول مرحليه لهذه الازمه اللي عم نعيشها صحيح نحن اليوم مفرقين مفرطعين خلينا ما في حدا قادر هذا المطلوب هذا نحن عندنا حاله انكار احنا انه نحن مفرطعين كيف بدنا نتوحد اليوم الرئيس بري الاسبوع الماضي اعلن مبادره قال خلينا نقعد مع بعضنا لمدة 5 أيام نحاور خلينا نناقش بعضنا نطلع بحل يعني شو هالجريمة شو هالجريمة إنه إذا اجتمعنا ما حدا عم يقول إنها جريمة عندك تعليق على قصة المبادرة من كل تأكيد المبادرة أنا قريتها بدقة في موضوعين كتير مهمين الموضوع الرابع طبعا عم بيحكي عن خطة إنقاذ اقتصادية اجتماعية أنا معها النقطة الثالثة عم بيحكي عن تنظيم الخروج من سوريا هيدي النقطة ما تمت الضدوية يعني بطبيعة الحال عم تسألني شو عندي عنا وزير مقبل بدي مرشح للوزارة وللنيابة بدي استفيد من وجود معالي الوزير تنصادحه شو هي هالنقطة الثالثة لأنه طالما نحن استاذ مارسيل بذلنا الغالي والنفيس لتظهر يعني سوريا كأنك منسى انت وغطاس خوري بهذا الموقف ما شفته من سنه وانتبه عم تورد فرانسوا باسيل معك يا على مرت ماضي راح بحزب الله كثير اليوم رح يروح اكثر استاذ مارسيل روح عليه بذلنا الغالي والنفيس لتظهر سوريا من لبنان ما ايه؟ بدنا نرجع نموت ونعيش تيظهر لبنان من سوريا ايه بالتاكيد يعني بدنا نشوف هيدي انت بتوافق يعني على هالموضوع دكتور يطرحه الدكتور غطاس واللي عم بيحكي عنده انه لازم لبنان يظهر من سوريا طبعا اكيد شو لبنان يظهر من سوريا حزب الله حزب الله تدخل لبناني تدخل لبنان كان حزب الله وكان غير حزب الله كيف بلش التدخل التدخل بلش من اثنين كيف بلش بلش من الاصوليين وبعدين دخل لبنان دخل اصوليين ايه طبعا يعني مين دخل هيك نحن عم نتابع عم بتوازنوا اليوم عم بتوازن بين اثنين لا ما عم بوازن حزب الله ما لازم كانوا يروح على سوريا وانت رح حزب مهمة حزب الله انت رح تظهر بيبلوس من سوريا او بعد لا ليش ما خلص هذا قطاع تجاري لا ليش فارس سعيد على تويتر نعم على مبارزة لحسابات جبيلية بقول لك انه المصارف ارتضت منذ العام 92
أن تزاوج منطق هانوي مع منطق هونغ كونغ، لذلك أنتم شركاء مع هذه الطبقة السياسية. المصاري؟ نحن شركاء مع الطبقة السياسية القائمة. مصارف أنا بدي جاوب عنه. لا خليه جاوب. لا المصارف تتعامل مع واقع. المصارف بتقدر تقول أنا برفض واقع البلد اللي عايش فيه. المصارف هي جزء من البلد، من اقتصاده، من حالته، فنميت بهالجو وتقدمت. ومصارف لبنان اليوم تعتبر مفخرة، يمكن من أهم المصارف بالعالم العربي. وبيعرف الدكتور فرانسوا أنه اليوم لبنان عنده دور بالقطاع المصرفي، يلعبوا مش لبنانيا، عربيا. هن دخلوا على سوريا ووسعوا القطاع المصرفي، اليوم بالعراق عم يلعبوا دور كتير مهم وكتير كبير بتوسيع القطاع المصرفي في دول عربية أخرى، بالسودان وبمصر وغيرها. فبالعكس القطاع المصرفي يعني كبر ونمي بهالمرحلة الماضية. فيعني خلينا ما نبلش نحطم كل شيء. أنا مش هنحطم هذا دكتور فارس. طيب دكتور فرانسو، قبل ما أرجع للدكتور غطاس، أنتوا بدكم أي حكومة، مهم تتشكل حكومة تبلش تشحركوا الاقتصاد؟ نحن بدنا حكومة تكون جامعة. شو يعني جامعة؟ جامعة تكون مثل كل الفئات اللبنانية، ما ضروري سياسية. ما ضروري في عنا بلبنان عدد أعداد وافية تنقي من بيناتها أشخاص يقدروا يديروا البلد. نعم. ونحن بهمنا حكومة يكون عندها برنامج اقتصادي اجتماعي، لأن وتحل مشاكل مالية الدولة، لأن في صار بريز ثلاثة. صحيح. واحد اثنين وثلاثة من سنة 2000 وآخر مرة 2007 بعتاد، واتخذ قرارات إصلاحية. اليوم عم بيصير في إضرابات الأساتذة، إضرابات المياومين، إضرابات في طلبات اجتماعية. ما ممكن الدولة تقدر تتجاوب مع هالطلبات إذا ما كان في إصلاحات، لأن الإدارة مهرية. قبل ما تعمل إصلاحات خلي مجلس النواب يجتمع، خلي حكومة تتشكل. يا دكتور عم بحكي إنه لازم يكون في وزارة مع برنامج عمل إصلاحي. هالبرنامج العمل الإصلاحي لازم نوصل لوقت إنه نغير الإدارة اللي موجودة، يعني نجيب عناصر كفوءة. في عدد موظفين بالإدارة ما لازم يكونوا موجودين، ما بقول انا اصرفه. وفي شغور بالاداره كمان يا دكتور، في شغور بالاداره لازم يجيبوا عدد موظفين اللازم على الاداره. هيدا عم نحكي خطه بعيده المدى. انا خليني بالفعاليات الاقتصاديه. نعم. اليوم تحركهم، هيدي خطه طويله، خلينا نشوف بكره شو رح تعملوا. استاذ نقولها شو خطواتكم المستقبليه؟ انا بدي اكمل. بالنسبه للاداره مهم كثير، لان اليوم ولا وزاره ممكن تنجح الا اذا قامت بالاصلاح الاداري. الموظفين المعاشات عم تندفع، موظفين الدولة تحت المستوى، بيوصل الموظف لعشر شهر ما معه يأكل، بده يروح يتبرطل، بده يروح يسرق. بدك يعني شو قيمتكم قيمتكم على سلسلة الرتب والرواتب انتو لكن؟ ما زال عارفين هذا الواقع. الرتب والرواتب نحن ضد، نحن يعني نحن مع الموظف انه ياخد غلاء معيشي، ولكن انه تعدل له الرتبة، تعدل الرتبة لكل الموظفين مثل بعضهم بدون تقييم للموظف. هيدي ما في بلش مطرح ما انتهى. ايه بس بدي شهل لانه بدي فوت على الموضوع السياسي. شو بدك؟ بدي شوف بكره شو رح نعمل. شو هتطلع لكم من هذا الموضوع؟ يعني اليوم عم تابع انه في عندكم تحركات اخرى ممكن أكيد. توقفوا كقطاعات تدفعوا ضرائب، ممكن توقف المصارف تدفع لل يعني للدولة. شو هلا نحن ما مستعدين بقى ندين الدولة ابدا. وقلك لك 10 سنين بتهددنا بعد ما عملتوا شيء، ما عم تربحوا. مين عم يكتتب بسندات الخزينه؟ هلا الدولة هلا مين عم بيمول الدولة؟ صرنا سنتين ما عم نمول الدولة. موقفين هلا سنة ونص ما عم نمول الدولة ولا مستعد. لكن عشو عم إذا قلكم سنة ونص مش عم تمولوا، عشو عم تهددونا بقى تمولوا طالما أنتوا وقفتوا؟ المشكلة لكن ما بقى عندكم أسلحة. يا خيي بدي أقول لك شغلة، أنا بعطيك مثل صغير. زبون عندك وضعه تعبان وبتعرف إنه آدمي وبتعرف إنه ممكن يتحسن وضعه إذا أخذ إجراءات، بتساعده، بتمده، بتقصط له،
ولكن اليوم الدولي صرنا من باريز واحد عم تاخذ اجراءات، عم يطلبوا منا تاخذ اجراءات اصلاحيه، لحد هلا ما عم تاخذ اي اجراء اصلاحي. كيف بدك ايانا نتابع نحن نمول عجز الدوله والدين عم بيزيد والنمو عم بينقص. النمو كان من 2007 و8 و9 و10 ب 7.5% الوسط. اليوم سنة 2013 يمكن ما يعمل تحت السبب. سؤالك بكره شو رح نعمل؟ تفضل. كل قطاع رح يرجع للقواعد تبعه. انه امبارح كانه كان يوم عطلي وخلص. اعوذ بالله. مثله مثل كانه رح ما تخرج تروحوا فيه على البحر. ما كان نهار عطلي واستجمام ابدا. ما بدنا عطلي واكثر. لا استاذ مارسيل ما بدنا نسخف برهبتي اللي صار امبارح. رهبي؟ طبعا امبارح نهار استسلمني على مش لإلك. عم بقول لك شو رأي الناس فيكم. مش لإلك، رأي الناس اللي عم يحكوا. أنا اللي عم بيجي بقوله إنه مبارح كان نجاح موصوف ونجاح نعم. معنوي نعم. ونوعي أكثر من ما هو كمي. أنا بغرب بهالموضوع. شو يعني نوعي؟ نوعي إنه نحن ما جينا نحتسب إنه هيدا سكر وهيدا فتح وهيدا كذا. نحن خلقنا جو إقفال وجو عظيم. حزن يلي رح نعمله جو حزن طبعا. كان في حزن على موضوع البلد. ب 12 شهر رح يلتقوا كل جمعيات تجار لبنان مشان تنقيم الموضوع ونقرر الخطوات اللاحقة. الخطوات اللاحقة هي بالتأكيد تصعيدية، مش ضروري تكون تسكير عن جديد، ممكن يلي حضرتك ذكرتهم، إنما بدنا نوسع البكار. أولاً بدنا نرجع نقرب لصوب النقابات. نعم. النقابات نحن وياهم الوضع واحد. هذيك اليوم كنت عم حاضر أنا مع الحزب الاشتراكي، كان معي زعيم اتحاد عمال العام، واحد زعيم. مش زعيم، أحد أكتابه. واحد من الزرفة كان قاعد بالقاعة. نعم. عم بيجي قلنا أنت عم بتنق وعم بتنق صايرين مثل البسينات بشباط اللي بتصرخ واللي فوق بتصرخ. لا وديك بيصرخوا لأسباب تانية. ما معلش ما صار كل واحد صارت الصرخة وحدة. الحقيقة إنه بدنا نوسع البكار لأنه الهم مشترك وبدي النقابات يفهموا إنه حقهم محفوظ عنا، ما وقت نقوس على بعض، وقت إنه نتكاتف ونساعد بعض لأنه قضيتنا هي وحدة وهذا الاتجاه بدنا نسلكه أستاذ مارسيل. عمليا يعني انتم رايحين على تصعيد اكثر اذا ما تشكلت الحكومه. بس اي حكومه؟ بس هذا الموضوع هو تشكيل حكومه، لانه هون بدي فوت على الدكتور غطاس استاذ ياسين بالمحور الثاني. طبعا مش اي حكومه، نحن عم نقول حكومه بتلبي طموحات كل اللبنانيين، معطينا مواصفات، بس بسبب الشلل المؤسساتي الموجود اليوم الحكومه هي نقطه البدايه للانتظام السياسي. ونحن بنعتبر انه الانتظام السياسي هو مدخل لا مفر منه للوصول الى الانتظام الاقتصادي والاجتماعي. طيب دكتور فرانسوا، اخر سؤال يعني قبل ما انتقل الى الموضوع السياسي مع الدكتور غطاس. طبعا انا بعرف انه انتم اكيد بالموضوع السياسي كمان افهم منا بكثير، بس لانه راح نكون في عندنا لقاء اخر معكم بالمساله السياسيه. يعني الضربه الامريكيه فيما لو حصلت راح تزيد الوضع كوارثي، صح؟ كيف راح تعملوا مع هذا الموضوع؟ بدنا يعني كمصارف نحن اخذين احتياطيات اللازمة بالنسبة للسيولة. أمنية سيولة. سيولة قوية كتير. هلأ زبائننا أكيد بدها تتأثر من الأزمة. كمان بدنا نتعاطى معها بمرونة ونحل المشاكل كل واحد على حدة. طيب هون يعني حضرتك قلت انه الاموال ما صار في حركة هروب اموال او ودائع من لبنان، اذا ما في مشكلة لحد او لانه ما عندها محل تروح عليه لا بقبرص ولا بالصين ولا بباكستان ولا باسبانيا ولا بالهند. في من هيدي كمان؟ لا شو؟ في ايه منها لحد هلا ما في تحويل. طيب شو عم بتنقوا لكين؟ في شوية أكيد في شوية تحويل من اللبناني للعملة، ولكن ما في هلع تحويل مبالغ يعني ما كبيرة بالقطاع عم بحكي أنا ككل. شو المشكلة؟ المشكلة إنه ما حدا عم يشتغل، ما في شغل، ما في توظيفات. بدك حكومة حيادية أو حكومة سياسية؟ شو يعني حيادية؟ ما بعرف. والله هذا طيار مستقبل وحيو هونيك النهار وكتبوا بدنا حكومة فعلي شو ما كانت، حكومة فعلي وعندها برنامج عمل يحل المشاكل الاقتصادية الاجتماعية. حكومة تعالج الأزمة أو الحد الأدنى تدير الأزمة مش الأزمة تديرها.
يلي بدنا اياه اليوم استاذ مارسيل طالما نحن خلص وقتنا. انت وقتك دائما معنا الله يخلي لي اياك. نعم. بدي اجي بقول انه بكل بساطه طالما نحن كلبنانيين بدنا نروح ننام بين القبور بسوريا بدنا نشوف معلومات بشعه بلبنان. اولا على الصعيد الاقتصادي فظيع. فهيدي يعني الدروب انا بدك كل... ترد على هذا الموضوع. ما بعرف اذا بده يرد ترد او ما بدك ترد يعني موافق على عم بيعبر عن وجهه نظره ما ضروري يرد عليه. يا أخي قرار الحرب والسلم بأمريكا الرئيسي اللي هو مفوض يعمل اللي راع الكونغرس. الكونغرس فصلوا كل يعني ليه أمريكا ما راح حزب الله أمريكا, أمريكا وإنجلترا ليه ما راح حزب الله على مجلس السواب أخذ الإذن يعني لازم يعني يكون فيه الحد الأدنى من التوافق. هذا أهم قرار مش بيان ترشيح وزاري هيدا بيان مواطن لبناني هيدا صرخة مواطن لبناني. انت بتقبل بالهيئات الاقتصادية يكون هيك بيان ترشيح وزاري عم استاذ مرسال عم بيقول عم بيشكل حكومة تمام سلام او استاذ حريري انا مرشح على الوزارة استاذ مرسال كلمة الحق ولا شجاعة الشجعان هذه كلمة الحق بدنا نقولها. في هلع بالبلد يا استاذ مرسال ما فينا ننكر انه في هلع بالبلد. هلع من شو؟ هلع من كل التداعيات اللي عم توصل علينا يوميا من الأزمة السورية وهذا الهلع ما ممكن تعالجه بانه تقول حاله انكار انه نحن لا انه معلش انه اوكي راحوا بس على قصير وما بدهم يفوتوا اكثر في حاله هلع انه انت عم تفوتني بحرب بال2006 اوكي كنا واعيين انه في معتقلين موجودين بالسجون الاسرائيليه في محاوله لتحريرهم تم خطف عبر الخط الازرق وادت الى حرب منيح رغم الكلام اللي بعدين صدر وانه نحن لو كنت اعرف ما عملته ما عملته. طيب هلا اليوم معروف شو المصير نحن ما بنقدر نغير بالمعادلة القائمة بسوريا لا كلنا كلبنانيين سوا ولا أي فريق يعني الحرب جاي ورح نكلها قتلي. شكرا فرانسوا باسيل شكرا أولى شماس وجوكم طبعا شرف كلام الناس رح يكون لنا لقاء آخر معكم في حلقة مخصصة فقط للموضوع الاقتصادي ولكن تداعيات الموضوع العسكري والموضوع السياسي جعل أنه نفرز هذه الحلقة اليوم مع أنه حضوركم دايما هو محبب لأنه وعظيم لأنه بالنسبة لأنه الموضوع يعني السياسة اتطفلت على الاقتصاد هالشي بفسر ليش أهل اتطفلتوا الاقتصاد حطوا مخارهم بالسياسة وانتوا اتطفلتوا بارحة بالتوقيت الغلط ماشي الحال. هو المشكلة أنه بدون ياخذوا إجراءات بعد وهذا بس أنه ضد مين يعني عادة بيكون في حكومة تعمل هالإجراءات لتسقطها هلا طبعا أكيد نسرع التأليف الحكومي مش ضد حدا إن شاء الله. اليوم في رئيس مكلف أخذ 124 صوت اليوم حسب تصريحه للرئيس المكلف بده ياخذ وقته عنده شاعر بأنه الناس مأيدته مش شاعر لا إيه مزبوط بنشوف هلا نحن مأيدين الرئيس المكلف لأن أخذ 124 صوت مجلس نيابي في رئيس جمهورية هو رئيس جمهورية لازم يألف الوزارة اللي بدهم إياها خلص أوكي ينقل الأشخاص اللي بدهم إياها إذا مشت المجلس كان إذا ما مشت بتكون وزارة أنت ثلاثة ثمانيات مع ثلاثة ثمانيات نرجع باك تو سكوير وان أنا مع ثلاثة ثمانيات أنا أكيد مع ثلاثة ثمانيات خي مع أي وزارة بنقوها أنا بدنا وزارة هلا هيك بدنا هيك مع أي وزارة ولكن جيبوا حكومة الشياطين حكومة قرود بس شو تكون فعلي 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 وكفؤة بس هالشي هل قوة القرود بس هالمهمة مناطة برئيس جمهورية ورئيس مكلف نقطة على السطح ما بنقدر نطائف ما بدنا نرجع نحن نكتب هلا مواثيق جديدة اليوم من بس من إعلان بعبدة من اعلان بعبدة هيدي اللي بدنا اياها الوزاره وبتقلي انه نحن ما قلنا دخل نتدخل بالسياسه لا نحن لازم نتدخل بالسياسه ولكن كل واحد بيتدخل بصفته الشخصيه انا بقول لك بكل صراحه انه التصرفات اللي صارت من حزب الله بسوريا ما انا مقبوله من حدا اليوم حزب الله حزب لبناني حزب ما لازم يكون عسكري اليوم لكن انا تروح اعمل حزب عسكري اليوم تروح الكتاب تعمل حزب عسكري تروح قوة لبنان تعمل حزب عسكري مش هنشو حارب مين مقاومة مين مقاومة مين بسوريا مقاومة مين بجنوب في عندك شبع على مين خلينا نرجع مثل ما قلت مرة الماضي شبع على مين بدي أعرف الشبع على مين إلنا شبع نحكي بصراحة نحكي بصراحة ما نكذب على بعضنا ما نحتال على بعضنا نخلص بقى أو بده يكون حزب مثله مثل غيره وهو يعني منضبط حزب بيقدر يعطي كثير للبنان نحن منقدر كل الأشخاص اللي قاوموا واللي ضحوا بتلاقي طريقة بالحوار
يلاقوا طريقة انه يتعينوا مع الاشخاص وينضموا للجيش اللبناني. بنعمل مثل ما كان ينعمل انعمل بزمانات الانصار، فرقة الانصار بزمانات وقت الحرب اللي صار. ممكن نعمل شيء هذا كله وارد، بس ما طبعا كله وارد بس مش ما بدك تعمل، ما بدك تعمل. اولا دكتور فرنسا نعم يعني روح شوي شو بدي روح؟ البلد رايح من ايدنا عم بتفكك، ما في بلد بقى، ما في بلد، ما في بلد. الاداره ما في، الامن ما في، قضاء السياسيين عم بيتدخلوا بكل امور وما يخلوا يعمل شيء. يعني لوين رايحين هلا؟ السياسه الخارجيه ما عندنا، ما عندنا، ما عندنا سفره بعده بلدان، ما عندنا موظفين بالخارج كفؤه. وزير خارجي راضي راضي على وزير الخارجيه؟ انا صديقي وزير الخارجيه استاذ. انا طبعا سياسته بالتصرفات اللي عم بتصير هيدا هو بيمشي. شو بدي اقول لك؟ شو بدي اقول لك؟ استاذ مرسال عم يطبق سياسه. بس دكتور اذا بتحكي عن اصحابك هيك شو عم بحكي عن اصحابك؟ دكتور فرنسوا يعني المشكله انت عم تقول مقاومه عشو بالجنوب. نعم. هل وقف الخطر الاسرائيلي؟ يا خيي الخطر عندي جيش عم بكلفني كذا مليار بالسنه، هيدا لشو؟ بدي اعرف لشو انا الجيش؟ لا شو جيش؟ لا عم ننزع أهمية الجيش. لا عم لا شو جيش؟ يا دكتور لا يا خي ينخرط بالجيش، يكون بأمرة الجيش، ينخرط بالجيش، ينخرط بالجيش. أنا ما يا خي نحن منقدر كل شيء اللي عمله حزب الله، جماعة حزب الله المقاومين، ولكن اليوم عم نجي نتعاطى بأشياء ما إلنا دخل فيها، ما إلنا دخل فيها. نحن بدنا نقاوم كمان، بس نحن بدنا نقاوم الفقر، بدنا نقاوم الفساد، بدنا نقاوم الجهل، هؤلاء اللي بدنا نقاومهم هلا. طب إذا حزب الله تدخل الأسبوع الجاي ورد على عملية كبيرة ضد سوريا؟ عملية كبيرة ضد سوريا ليش بده؟ شو عم يعني؟ بهذا من ضمن محاور نعالجهم مع الدكتور غطاس. شو بقدر أعمل؟ بتوافق أو ما بتوافق؟ الوفاة الوفاة. استاذ نقول اخر كلمة. انا بدي انه قصدك رح يعملوها بلاش مين طال. ليش عم تصرخ لك هنا؟ روحت 2000 كالوري. انا عم صرخ لاخواننا، لاخواننا بحزب الله، لاخواننا اللبنانية كلهم، لاخواننا كلهم بالبلد، انه اليوم بدنا لبنان واحد، لبنان الدين لله والوطن للجميع، هيدا بدنا. طيب هلا بدنا نخلص بلبنان. ما حدا مخربط الامن الا حزب الله. يعني كل شيء عم بيصير بالبلد وكل شيء فيه اعمال ارهابيه وغيره يعني عم بيحكوا عنهم التانيين كمان. يعني بس انا بدي بوجه لك تحيه، بوجه لك تحيه الوزير الياس المر. هلا بوجه لك تحيه على نعم. ما في بدي اقول لك شغله، ما في خطر، ما في خطر اخر على البلد. في خطر بس انا بدي اقول لك شغله، المخابرات السوريه مين عم بيعمل، مين 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 خالق المشكله بالاساس؟ مين معه سلاح اليوم؟ حكينا نحكي بصراحه، كل العالم صار معه سلاح. ايه هلا صار، ايه هلا كل العالم يعني في التكفيرين. ايه في ايه مش حزب الله وحده. لا استاذ مرسال انا اخر كلمه بدي افوت على السياسه، عن حزب الله، عن التكفيريين، عن كل اصحاب السلاح. انا بدي اقول انه المقاومه لتحرير الارض مقدسه. نعم. ونحن بننحني امام التضحيات اللي عملوها. حتى اخر عمليه باللبوني من جمعتين ثلاثه ما حدا اعترض عليها لانها على ارض لبنان. والمقاومه بترتدي اشكال ثانيه، المقاومه الاجتماعيه التنمويه. لا هيدي رساله الامام موسى الصدر، وانا كنت متابع هذيك الرساله. إيه؟ انا شاركت بمؤتمر كلمه إيه؟ سواء للامام موسى الصدر، كان حد الاستاذ غسان طويني من كم سنه، وانا قلت انه الامام المغيب هو من اكبر رجالات هالبلد تنمويا واقتصاديا. شكرا لنقول شماس بعد بريك الاعلاني ماذا يقول الناس في تشكيل حكومه. شكرا دكتور بسيل على هذه الصرخه، شكرا لنقول شماس. يبقى معنا الاستاذ ياسين جابر، دكتور غطاس خوري، حديث في السياسه، في موضوع الحرب على سوريا، في مبادره الرئيس نبيه بري لتشكيل الحكومه. الصراع السياسي القائم على تشكيل حكومة بأخر التأليف، فلكل حزب تيار كتلة وتكتل، رأي وشرط، مرات بيتقربوا ومرات كتير بيتباعدوا، فهل ممكن تكون نقطة التلاقي عند المواطنين؟ إذا الحكومة حيادية ما
مكتب سياسي نهائيا. يعني بعد الاحداث الامنيه بتفضل حكومه حياديه ام سياسيه جامعه؟ حكومه سياسيه جامعه بكل طوائف لبنان جامعه، لانه هذا اللي بيقدر يجمع على الارض، هذا اللي بيقدر يجمعه. انا مع حكومه تجمع كل الطوائف وكل الاطراف السياسيه، ما بدنا يكون نضل في فئه مظلومه وفئه بالحكم. مع حكومه حياديه يجيبوا ناس ما حدا سمع فيهم، ما خصهم بكل هالسياسه الموجوده. حياديه معناتها مطرحنا مطرح كويس، حكومه تكون تشتغل حكومه عسكريه. اجا ناس على الحكم واجا ناس وزراء طفيون لانه اوادم ما بدهم هيك وضع، ما بيهدي الا حكومه وفاء. يفضل انه تكون حكومه حياديه، انه ما يكون في حدا انه مع طرف او مع الثاني، لانه عم يخربوا البلد. كلهم بدهم كاب بالبحر. جيبوا حكومه تحكم البلد مثل الغالب. حياديه وطنيه جامعه ما بعرف، المهم انه يكون في حكومه تخلص البلد. اذا هذا كان راي الناس. دكتور غطاس خوري، شو قصة الحكومة؟ أنت رحت عشت محادثات وعملت اتصالات مع الرئيس سعد الحريري، شاف وائل أبو فعور مكلفاً وليد جبلاط أول امبارحة، هل كانت إشاعة تشكيل حكومة؟ من أطاح بمحاولات تشكيل حكومة الجديدة؟ أستاذ مرسال، نحن بكل جدية عم نحاول ندعم رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بمحاولاتهم لتأليف حكومة. نعم. ونحن بآخر خطاب لسعد الحريري قال أنه نحن بالنظر لظروف القائمة ولوجود حزب الله بسوريا اللي نحن رافضينها بالمطلق، وقبل ما يرجع حزب الله على سوريا عم نقول كلام واضح وصريح، نحن ما عم نقول لإقصاء حزب الله خارج الحكومة، نحن وياهم عم نقول خلينا نتبرع لهالبلد ونقعد برات الحكومة وخليها تيجي حكومة حيادية. كان محاولة حقيقية لأنه نسهل أمور رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بكلامه اللي حكيوا علنا ومع كل الأطراف السياسية عم بيقولوا من صلاحياتنا نحن نألف حكومة، وليس المجلس النيابي الحق بأنه يرفض هذه الحكومة أو يقبلها. وكان ماشي هالكلام على أساس أنه هني بدون يشوفوا مين وشو الحقائب وكيف ويمشوا بحكومة. طبعا صار في اتصالات لتسهيل هذه الأمور وكنا متجاوبين معها، لكن عند كل مفترق طرق بيكون في تسهيل للأمور بتشوف أنه في طرف بيرجع بيعقد الأمور. مين الطرف؟ طلع الشيخ نعيم قاسم وقال بيرفض الثلاث ثمانات، ورجع اليوم بيان كتلة الوفاء للمقاومة حمل 14 أدار كل المآسي اللي عم بتصير بالبلد، ونسي انه هو اللي كان حاكم بالسنتين اللي مضوا والحكومة كانت كلها عندهم وكنا نحن خارج السلطة. وفي نوع من يعني من دائما كب اللوم على الفريق الآخر بعد التفجير اللي صار، يعني حتى بالرويس اللي استنكرته كل القيادات بما فيها قيادات 14 أدار وسعد الحريري بالتحديد. شو طلع الكلام؟ بيان بيقول انه جهاز أمني مرتبط بدولة والبيئة الحاضنة. طيب ما صار نفس الشيء بطرابلس؟ بطرابلس ما طلعنا قلنا انه بيئة حاضنة وحزب الله، طلعنا قلنا انه هذا الموضوع بس يطلع التحقيق بنبقى بنقول. لا طلع التحقيق وتبين انه كل هذه الخبرية على التكفيري وما التكفيري يبدو انه جهاز المخابرات السورية هو اللي عنده التنظيم التكفيري بالبلد، وما صحيح. في اي تنظيم اخر قادر على تفجير. نقل من محل الى محل. قصدك نعم. تقول انه حزب الله هو لا يريد تشكيل حكومة مع فريقه السياسي اليوم. انا بأكد انه الطرق اللي عم تستعمل بعرقل التشكيل الحكومي اليوم نعم. لما انت ثلاث ثمانات رفضها وحيادية رفضها وما فيش إلا فورمولا وحدة مقبولة عندك اللي هي حكومة وحدة وطنية مع تلت معطل وإنه شعب وجيش ومقاومة. يا خي نحن بدي أسأل سؤال، لما أنت بتحط لي كل هالشروط وبتقول لي تلت معطل وحكومة فيها كل الأفرقاء السياسيين بدك تسميها حكومة وحدة وطنية وبدك كمان شعب وجيش ومقاومة، طب أنا بدي أسأل سؤال، نص الشعب اللبناني نحن يا خي 14 أدار جزء من هالشعب ولا لا؟ إذا نحن جزء من يا خي 20% من هالشعب نحن، وعم نقول ما بدنا بقى هيدي المعادلة شعب وجيش ومقاومة، كيف تعمل حكومة وحدة وطنية؟ هون أستاذ ياسين، يعني عم بحملوكم أنتم كفريق سياسي مسؤولية. بالواقع مرسال أنا ما بدي فوت بهذا الجدل. سمعت بيانك أول امبارح حديثك يعني لما دقيت فيه انطلاق مبادرة رئيس بري و صرنا هلا بس في مشكلة أشهر نتحاور على الهواء بالإعلام بهيك حلقات جلسات. وكذا وجلسات وبيعطي رأيه هيدا وبيعطي رأيه هيداكي، ف
طب كل هالأحداث اللي عم بتصير وهالخطر الداهم على لبنان ما بيستوجب انه نحن نطلع عند فخامة الرئيس كلنا كمكونات سياسية بلبنان، نقعد على طاولة ونتفاوض ونتفاهم ونتحاور ونطلع باتفاق يرضي الهيئات الاقتصادية ويرضي الشعب اللبناني ويحفظ لبنان؟ يعني إذا بهالحشرة مش ملاقيين انه ضروري نجتمع، عمتى نجتمع؟ يعني انه هيدا الاستمرار رح ينطلق فيه من كلام من مبادره رئيس تماما بري. انه شو مبادره اللي فطوها دغري انتم شو مبادره الرئيس بري؟ نحن مع مبادره عم بقول خطر داهم، تفضلوا يا عمي عند فخامه الرئيس خلال 5 ايام نحط يعني ديدلاين امتى لازم نتفق وتعالوا اقعد على الطاوله. يعني انا برايي اولا هيدا بيك يعني استمرار بالتفاوض على الهواء وفلان راح لعند فليتان وفلان سافر لبرا وجاب خبر وهذا ما جاب خبر. بس كيف ممكن يا استاذ ياسين تروح 14 اذار ترجع تقعد تتحاور مع اشخاص ما التزموا بشيء وقعوا عليه؟ خيي ما راح اقول لك انا بطولة حوار باعلان بعبدا انه انت بدك ترجع تفوت عن جديد يعني بنفس الجدل، يعني انه خلاص لكان نفصل بين بعضنا لانه انت من سنتين ونص قلبت علي. لا. انا ما بحكي معك. طب بنرجع نحكي مع بعض؟ عم أقول لك في حالة إنكار في لبنان، ما حدا عم يعترف إنه في واقع ما تعاطى إحنا وياه. يا أخي اللي صار من سنتين ونص، أنا بقول لك في عالم اليوم عم بتقولي خي خلي الرئيس الحريري يرجع. صار من سنتين ونص إنه استقال يعني أو أقيل الرئيس الحريري من خلال استقالة 8 أذار مش هيك؟ طب يمكن اليوم يعني في يعني الرئيس بري ما بعت ذيك المرة مسج إنه أو بعت رسالة عبر الإعلام انه خلي الرئيس الحريري يرجع خلينا نتفاهم. انا بقول التالي هيدا البلد اليوم بخطر داهم، يعني شو ما حكيوا الاقتصاديين انا بقول لك اكثر. طيب انا بعرف رايك يعني بعادتنا الشخصيه، انا عندنا حاله انكار لوضعنا المالي. كل يوم بالمجلس بننزل نحضر لجان وبتلاقي والله يلا بدنا ننفق هالقد وبدنا نعمل مشروع ب 500. ما حدا عم يستوعب انه البلد كيف وضعه بالوقت الحاضر. انا برايي في اليوم يعني في طبعا الرؤساء وفي زعيمين بلبنان اليوم بيقودوا طائفتين واثنيتهم دفعوا اثمان كرمال لبنان. ليه هن؟ سعد الحريري، سيد حسن اللي دفع ابنه لحرر الجنوب لحدا، وسعد الحريري اللي استشهد ابوه ايضا في سبيل مع رفاق له طبعا. فاليوم مطلوب انه يعني خطوه تاريخيه انه نلتقي، وين ما نلتقي بالقصر الجمهوري عند فخامه الرئيس لنقعد على طاوله ونتحاور نتفاوض. يا اخي ليش بدنا نضلنا بال عبر الاثير ليش بالصحف ليش رفضتوا مبادره رئيس بري قبل ما تطلع قبل ما نرفض مبادره رئيس بري؟ نحن اساسا موافقين على الكلام. نحن اذا رئيس جمهوريه دعا الى طاوله حوار ما راح نقول لا، بس رئيس الجمهوريه نفسه قال انه بده يعمل طاوله حوار على بعد تشكيل الحكومة. لأنه رئيس جمهورية كمان ما رح يشيل كل الآليات الدستورية صحيح. اللي بإيده ويكبها ويعمل طاولة حوار ليشوف كيف بده يألف حكومة. يا أستاذ مارسيل، رئيس جمهورية هذا إجا حكي عن كلام واضح وصريح إنه صلاحيات الموجودة بإيده بدستور الطائف ما عم بتخليه يقدر يلعب حتى سلطة الحكم. طب معروف هلا. وقال إنه أنا بدي وسع صلاحيات رئيس جمهورية. قامت الأيام عليه رجع بيقول إنه هلا هذا آخر صلاحية لي اللي هي توقيع الحكومة، كمان بدي أرجع أعمل عليها مؤتمر وطني. عم بيقول منألف حكومة وبندعي لطاولة الحوار بالتزامن ونحن معه. بعدين بدي أرجع أقول نحن إذا اليوم بدك تدعي لطاولة حوار بدك تقول إنه اللي قاعدين على طاولة الحوار عندهم حق الفيتو. كل واحد إذا ما وافق على بند ما بوافق عليه، بس لما بيوافق على البند بالإجماع وبيطلع بينزاع بيان بدنا نحترم هذا البيان، وإلا بنكون عم نضيع وقت ونضحك على الشعب اللبناني وبنقول له نحن عم نحاول نلاقي لك حلول غير موجودة. نحن اعتراضنا كان على أنه بعد ما توقع اتفاق إعلان بعبدة طلع فريق سياسي أساسي بالبلد قال هذا بخبر كان هذا ما بقى له قيمة. عدا عن أنه بدي أرجع لك على مبادرة رئيس بري نحن رفضنا فيها الجزء المتعلق بالمقاومة وموضوع الجيش بموضوع الحكومة وموضوع أنه نعمل حوار لنألف حكومة. يا خي الحكومة إلى آليات للتأليف، هي رئيس الجمهورية ببيان هذه الحكومة، حتى الحوار ببيان هذه الحكومة وبالبيان. يا دكتور غطاس كيف بدك تسهل تأليف حكومة؟ يا عمي نحن اللي عم نقوله خي ما تسميها طاولة حوار بدها تحكي عن كل مشاكل لبنان.
سميها طاولة تفاوض. يعني بدنا نقعد نحكي يعني كيف ما بدنا نقدر نضلنا يعني دايرين بهالحلقه المفرغه اللي كل واحد بيعطي راي بيطلع بالجريده ثاني واحد بيرد ثاني. بس كمان هذا المنيو اللي جابه الرئيس بري انه 5000 التطويع 5000 عنصر في شغلات كمان اولويات اخرى بالبلد. فخامه الرئيس ما هو حيكون راعي هالعمليه التفاوض. بالنهايه هالحكومه حتتالف من هالمكونات السياسيه اللي حتجتمع على الطاوله. بس هدول اللي بده يقعدوا على الطاوله هن بدهم يحكوا مع بعض. هاي بقبل فيها هاي ما بقبل فيها هيدا بس الدعوه بتجي رئيس جمهورية وهو بده يحط يعني اذا الأعمال. رئيس جمهورية عملكم دعوه بتروحوا نحن ليش انه ليش لانه لا لحظه رئيس بعدين معلش ما في بهالبلد توزيع بين السلطات ولا بطل في كمان توزيع بين السلطات. اليوم نحن عم نقول رئيس جمهورية عم يرتقي تشكيل حكومي اللي هو حقه الدستوري هو رئيس الحكومة. إذا عمل هالحكومة وقال إنه حوار بعد هذه الحكومة نحن حاضرين هو عم بيقول هيك. هلا إذا ارتقى لأي سبب من آخر هلا هو اللي مقصر فخامة الرئيس مش عم يصدر الحكومة لكن لحظة إذا هذا الكلام صحيح لكن الحق على فخامة الرئيس ورئيس الحكومة ما عم يطلع حكومة. رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية عليهم مسؤولية تشكيل الحكومة وعلى شكلوها لكن ولازم يشكلوها. طيب إذا هيك ليش ما مش عم يشكلوها؟ أنا يا أستاذ مارسيل كنا عم نحكي على العقبات اللي عم تنحط عم ينحط لهم عقبات الى اول ما طيب يروح على حكومه امر واقع انه هلا يعني اليوم بدكم تقنعوني انه اذا طلعنا على طاوله الحوار رح يتراجعوا عن الثلث المعطل وهن عم يتراجعوا اساسا عن اللي اتفقنا عليه. طيب خليني اسالك سؤال ثاني. لا معلش بس سؤال واحد ما تراجعنا قصه الثلث المعطل والبلد كله معطل. يعني اي اهين انه يكون البلد كله معطل ولا نعمل حكومة يمكن يكون فيها صوت زيادة تلت معطل بس فيها 15-16 صوت من اصل 24 بمشوا 90% من اراء البلد. فاذا يتراجعوا عن طيب خليني اسألك ليش معطلين البلد عشان يا استاذ ياسين دايما مطلوب من فريق واحد يتراجع دايما شي تراجع عن سعد الحريري رئيس حكومة ما بنقبل فيه بدنا نتراجع وعن المئات اللي نحن جبناه بطل يسوى انه هذا مش معتدل وسني وعم يتطرف بسنيته وعن الاسير مرفوض يحيي مين المقبول بالبلد بدي اعرف مين هو المقبول بالبلد. الرئيس مئاتي رئيس حكومي كلنا بنحترمه ومنجله بالعكس اليوم قام بدور بفتره كثير صعبه قيل به والرئيس الحريري استقال من الحكومه والرئيس الحريري بعتقد الرئيس بري ناشده انه يعود الى لبنان ويترأس حكومة. يعني ما يعني ما حدا طيب بس خليني يعني يمكن تطلع بنتيجة هالتفاوض. خليني أسألك سؤال أبعد في تسمية لرئيس الحكومة إن قال كلام واضح وصريح فيها يومتها إنه أي سعد الحريري أو أي حدا من فريقه مرفوض ورحنا على تسمية الرئيس إسلام بناء على إنه كان في ضرورة لإجراء تسوية. هل حكي صحيح ولا صحيح. لا فإذا هلأ بعد شو بعد خمسة اشهر انتوا رجعتوا نزلتوا يعني مثل ما فهمنا السياسة بتتغير من شهر لشهر ما هون يعني خلينا يا دكتور غطاس بس الرفض الدائم لكل شيء بنتفق عليه مستمر الرفض الدائم لا مش يعني انا هون بدي اسال يعني تنازل رجع سعد الحريري عن مساله الحكومه الحياديه استاذ ياسين يعني كان عم بيحكوا رجع قال خلينا نروح نعمل الحكومه السياسيه كلام الرئيس ليمان للحياه امبارحه انه السعوديين مش حاطين فيتو على دخول حزب الله الى الحكومه وهذا تطور كثير كبير يعني القبول بمبدا 8-8-8 طيب انه اخر شيء او بدنا كل شيء او ما بناخذ شيء هذا جزء من موضوع الانكار انه اليوم كيف فيك انت تقول انا هيدا الوجود الكبير لهالحزب ما بدي دخله بالحكومه انا برفض دخله او بعد رجع قال لك بدي ادخل هو رجع قال لي بس بالاساس طيب. انه يعني ليش ضيعنا بس بالاساس راح حزب الله قاعد عمل حرب ب ب ب هيدا وجهه نظر تيار المستقبل راح على سوريا ودخل بالحرب سوريا مين ما دخل بسوريا ما كل العالم فيت بسوريا يعني ما كلنا عم نشوف انه ما في حدا مش عم يدخل بسوريا تيار المستقبل ما اخذ سلاح ومقاتلين استاذ ياسين تيار المستقبل ما اخذ سلاح ومقاتلين وقال بدل ما ابعت 1000 رح اروح انا على راسه روح كون 2000 مقاتلين من كل الجهات تيار المستقبل راح مقاتلين معلش وليش عندهم مقاتلين من استاذ ياسين نحن اللي بنحبه فيك موضوعيتك وحكمتك انا موضوعي انا لانه عم بحكي بموضوعيه عم اقول نحن بحاجه انه بواقع في لبنان نفتح حوار مع بعض ما لانه انا بعرف لا انت لوين بدك يعني توصل بس بنهايه المطاف انا اللي عم بقوله انطلاقا من كلام الدكتور غطاس انه نزل تيار المستقبل يعني
قال انه طيب ترج الموقف مع انه انا عندي ملاحظاتي على دخول حزب الله في القصير وغيره وغيره. انا بمشي بصيغه 8-8-8. وصلنا على محل صيغه 9-9-6 مع تلت معطل مموه. طيب هيدي مين طلع فيها الفكره؟ وليد جملاط وتراجع؟ ما بعرف، لانه تبين انه مش طرح فخامه الرئيس. مين طلع فيها الفكره استاذ؟ اول شيء بس اولى بجرأتك المعهوده دكتور غطاس، ليك بس خلينا كيف وصلت هاي الفكره؟ ما فيش لزوم انا وياك نعزب حالنا مين طلع فيها. ما اصلا الشيخ نعيم قاسم امبارح قال انه نحن ثلاث بنات مرفوضه. طيب 9-9-6 مين طرح؟ معناته انه هو عم بفتش مرسال، معناته هو عم بفتش عبادي. بس رجعت جددت اولت امبارحه بالمفاوضات مع سعد الحريري. مرسال رح اكون واضح صريح معك، تفضل. وليد جملاط عم بيقول انه بده هو ما يكون في حكومه بدون حزب الله. عظيم. وبالتالي اذا حزب الله عم بيحط شرط انه يكون عنده تلت معطل عم يمشي معه بهذا الموضوع. هذا مش سر هذا الموضوع. بس انا اللي عم بقول لك اياه، ما حدا طرح انه حزب الله يكون خارج الحكومه ولا باي لحظه. نحن كيف ما حدا طرح؟ نحن طرحنا نحن وحزب الله نكون خارج الحكومه. اي بس كان الهدف، اسمح لي شوي، كان الهدف انه حزب الله يكون برات الحكومه. مرسال بيسوى نعم. لكان تيار المستقبل يبقى سنتين برات الحكومه؟ معلش تشيك. لا اكيد ما شو عم بقول. بقي ما صار شيء، ما خربت البلد. معلش شو صار؟ طلعت كل فريق 14 اذار خارج حكومه المئاتي وما صار شيء. نعم. ليش انه يعني اذا فريق قعد بالمعارضه معناته تخرب البلد؟ ليش؟ بتعرف ليش استاذ مرسل؟ ليش؟ لانه في سلاح وفي سطوه سلاح وفي تهديد دائم باستعمال السلاح. من هيك خيفان وليد جبلاط؟ لكن شو عشو؟ انه وليد جبلاط خيفان من لانه عم يحاول يقول لك انه انا بدي اجل مواجهه بالبلد. مواجهه شو؟ انه القصير مقابل علي والقصير مقابل شو؟ هذا الكلام مش من عندنا، طلع بس طلع. معلش فيها، تفضل دكتور. اولا ظروف من سنتين ونص شيء، واللي كان فيها موضوع انه يكون في معارضه وفي موالات والظروف اليوم دكتور غطاس في تاني. نحن بظرف مصيري، بظرف مختلف تماما. انا بقبل منك هالكلام، والله بقبل منك هالكلام. نحن اليوم بتقدر تفسر لي ليش حكومة الوحدة الوطنية اتطيرت بمهرجان سياسي من سنتين ونص؟ قلي ايه سيدي، قلي ليش حكومة الوحدة الوطنية اللي كانت هي فيها كل الأطراف خلينا اتطيرت بمهرجان من الرابية؟ ما فهمنا لحد هلا شو أسبابه. إذا بدنا نضلنا عايشين بالماضي ما حنتقدم. طيب بدنا نطلع على وضعنا اليوم. اليوم وضعنا نحن بوضع خطر كبير على البلد، بس ما في على كل المستويات. مزبوط. على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، لانه المستوى الاجتماعي انت عندك هلا كان وزير الداخليه عم يحكي مليون نازح. واذا بيصير في تطور، ما في مليون اذا بيصير في تطور يعني اكثر اذا بيصير في تطور سلبي بسوريا وخاصة بمنطقة دمشق وحواليها اللي فيها كثافة سكانية كبيرة وقريبة للبنان، حيصير في ضفق كتير كبير من النازحين ما فيها تعامل معه. فسلطة قرار بلبنان ما في. فعمليا اليوم الظرف مختلف يا أخي. ما في الواحد يحكي بأيام عادية كيف الأمور جاي. واليوم كيف هي اليوم ظرف داهم. يعني إذا هيدا الوضع اللي نحن كل هالخطر ما بده يجمعنا، شو بيجمعنا؟ طيب انا بدي اسالك دكتور غطاس، انت شو لكم مصلحه اليوم تعملوا حكومه وميزان القوى ممكن ينقلب ويتغير، او لمصلحتكم او لمصلحه فريق الاخر مع اي ضربه عسكريه لسوريا؟ ليش كنت تنحشوا بالموقف السياسي وبالتعاطي مع هذه الازمه؟ شو لكم مصلحه؟ بدي جاوب على هالسؤال، بس بدي اقول شغله اساسيه. لما بقعد انا وياك او انا والاستاذ ياسين ما في اقول اني هلا تعرفت عليه، ما في تاريخ سياسي له عمره طويل عريض نعرف كيف عم يمارسوا معنا. يعني ما في انا اقول انه لا ما صار شيء من سنتين وما صارت 7 ايار وما صار كذا وما صار، معناته انه ما فيش ذاكره سياسيه. في ذاكره سياسيه لكل الاشخاص. هلا بما يتعلق بانه نحن ناطرين انه والله ينقلب ميزان القوى، انا راح اقول لك شغله استاذ مرسل. نحن بنعرف انه ممكن يصير في ضربه على سوريا ونحن لا نرغب بهذه الضربه، مثل ما كمان لا نرغب بانه ينضرب الشعب السوري بالكيماوي بنفس الإداني نفسها. وبندين استعمال هذا السلاح اللي أول مرة يستعمل من الحرب العالمية الثانية لهلأ، والحرب العالمية الثانية ما استعمله هتلر على أعدائه. سيسين جابر عم بقول مش أكيد أنه في هاي النوع من الأسلحة. طيب أوكي بس ما احنا ماشي بس أنا بدي أقول بدي أقول أنه الوزير وائل أبو فعور بيقول أنه طرح 9-9-6 مش طرح الحزب الاشتراكي ولا طرح وليد جنبور، بس عم بيوضح هذه المسألة. نعم نشكره أنه وضح النقطة. بس بدي أرجع أقول أنه نحن ما عم نراهن على ضربة بسوريا تغير ميزان القوى بلبنان. كيف ما كانت هذه الضربة تداعيتها على لبنان ليست بصالح أي فريق من لبنان. لو الإعلام بيحكي بهيك شيء بس مش ضروري يكونوا يعني ما حدا عندنا راغب. نحن فيك تسأل
كل الناس المطلعين على الاتصالات، وانت كنت بتعرف هالشيء، كنا عم نضغط انه بكل الوسائل اذا ممكن تشكيل حكومه حتى صحيح. قبل ما تصير الضربه اريح لكل اللبنانيين، وحاولنا بكل الوسائل، لكن باللحظه اللي كنا نحن عم نحاول وطلع كلام. قصدك تقول انه ما بدكم كمان اخر شيء تعملوا اخر شيء عمليه صك ازعان بهذه الحكومه؟ ما في عندك آخر. جمهور مثل غيرك، في جمهورك جمهور. انت ما فيك تخزله يعني بهذه الطريقه. هلا اليوم بالحديث تبين وكانه نحن مال والهيئات الاقتصاديه مال والشعب اللبناني مال. مش صحيح هالحكي. انت سمعت في شيء ناخبين قاموا عملوا مظاهره ضد حزب الله، او ناخبين عملوا مظاهره ضد الحزب التقدم والاشتراكي؟ مع الوزير ما زال في فريق سياسي، عفوا على التعبير، وهذا مطروح اليوم، الاتجاه انه سيخسر بالمرحله المقبله. ليش هو بده يعطي هذه الحكومه اليوم؟ وانتم ليش ما بتتنازلوا يعني كفريق سياسي طالما الامور ذهبه حكما الى تراجع فريقكم السياسي؟ هو قبل ما تقول انه في فريق سياسي سيخسر بدك تشوف مين سيربح. ممكن ما حدا يربح. هلا انه بسوريا من سيربح؟ هلا هي مساله. لا ما هو فايتين على الموضوع السوري. لا ما انت فايتين على الموضوع السوري. بس عم تعني بكلامك انه في فريق باللبناني بيعتبر حاله انه تغيير بسوريا سيربحه. ايه طبعا اكيد. شو انه بدك اثنين يحكوا فيها؟ وبدك تشوف بالاول مين اللي حيربح بسوريا؟ في اي تغيير هو لمصلحه الشعب السوري بالنسبه له؟ ما هو في بمجرد سقوط هذا النظام سيربح هذا الفريق، صح ام لا؟ استاذ مرسال احنا اذا صار النظام في سؤال كثير كبير انه شو حيصير ثاني يوم الصبح؟ هذا بقول واتس ذا مورنينج افتر، صح؟ رح نساله بعد البريك. يعني معلش انه من تجربه العراق والمورنينج افتر تبع العراق ما بنعرف شو المورنينج افتر تبع سوريا. يعني اليوم في سؤال كثير كبير انه سوريا مين اللي حيسيطر فيها؟ هلا رح نحكي فيه بعد بريك، بس بعد ما خلص اللي احتلوا معلوله اليوم والله مين اللي حيربح بسوريا؟ طيب اخر شيء يعني بنهايه المطاف نحن منا رايحين على حكومه. نحن مفروض اذا عندنا حس وطني حقيقي نتبع. مين انتو؟ كلنا اللبنانيين، كل القوى السياسيه، ونحن عم نحكي من منطلق انه نحن رئيس كتلتنا الرئيس بري دعا انه دق جرس الانذار من خلال دعوته او من خلال ما سمي مبادره الرئيس بري. نعم. انه يتم بسرعه، يعني اذا ما نضلنا نتمسك بالشكليات وانه لا هيدي قبل ما قبلوا فيها. عندك حل تاني؟ يعني مثل ما فهمنا انه الوزير ولي جملاط هلا رح يعاود، بس يرجع الرئيس بري من الادرياتيك رح يعاود الاتصالات لعل في الافق. الرئيس بري اصيب بالاحباط لانه شيء بعد طلعت المبادره بعد ما طارت من هيك راح على الادرياتيك. كان القواس عم بدي ما بعرف اذا بالادرياتيك ما بعرف وين، لانه بسال وين بيروح، لانه دائما احسن ما تعرف من شان امور امنيه، مش هيك؟ مش هيلحقوه على الادرياتيك. عمليا ما بتعرف والله. بس عمليا يعني فعلا يعني بلش القواص عليها قبل ما يمضي يمكن ساعتين ثلاثه على على نعم. على صدورها. طبيعي يعني كمان سعد الحريري يعمل مبادره بلش القواص عليها قبل ما يخلص الخطاب يعني. بس انتم شو اللي خوفكم مبادره نبيه بري؟ ليش اعتبرتوها مؤتمر تاسيسي؟ اليوم اللي خيف تصل بالموضوع، ما فيك تطلع او ما بدكم تزعلوا نبيه بري اليوم، ما فيك تطلع على مفاوضات تتعلق بكل السلطات بالبلد، هذا معناته بتعمل مؤتمر تاسيسي. لكن نحن بما يتعلق بس نحن مش بحاجه لمؤتمر تاسيسي دكتور، البلد كله بكل هال يعني شو هالوحول اللي فيه. لما بنقول انه تطويع مثلا مزيد من الجنود، ما هلا اصلا وارد عند الجيش طاوله الحوار. معلش يا استاذ، اول شيء طاوله الحوار حصرت اخر مهماتها باعلان بعبده، هو اللي ما يعني وضع جدول اولويات للحكومه عندما يتم الاتفاق عليها. انه هذه الحكومه عندها مهمات، منها ما هو امني ومنها ما هو اقتصادي. يعني بدنا نالف حكومه بطاوله الحوار، هذا اللي عم نحكيه. منتفق على يعني انا دكتور غطاس، معلش بالغرب يعني هذيك اليوم صار في اول مره بصير في حكومه مش من حزب واحد ببريطانيا، قعدوا الاحزاب مع بعضهم يتفاوضوا خلال اربع خمس ايام، اتفقوا على برنامج العمل اللي عم بيطبقوه حتى اليوم من اربع سنين، بيتفقوا بقى نعمل هيك وبدنا نعمل هيك وبدنا نعمل هيك. شو العيب اذا اليوم نحن اتفقنا انه عندنا اولويه انقاذ الاقتصاد، عندنا اولويه الحفاظ على الامن؟ ما في يعني اذا كنا نحن ضمن المجموعه السياسيه اللي بدها تفوت على الحكومه تتفق قبل الوقت على مانيفستو انه شو بدنا نعمل؟ ما في اي عيب انه يعملها من ضمن المجلس النيابي اللي هو بدها تبعتها على الحكومه، تبعتها على المجلس النيابي، بدها تبعتها على الحكومه على المجلس النيابي. لكن اليوم يا استاذ نحن عم نصادر كل الصلاحيات الموجوده بالبلد ونحطها على طاوله الحوار. هيدي الكتل النيابيه اللي بس تتفق مع بعضها كل شيء بيمشي. يعني اليوم لما بيتفقوا الكتل النيابيه مع بعضهم، نحن اتفقنا على طاوله الحوار انه في استراتيجيه دفاعيه بدنا نناقشها
واتفقنا على طاولة الحوار بإعلان بعبدها اللي تم التراجع عنه. شو اللي بده يشجعنا انه نطلع على طاولة الحوار؟ بس اللي شو بيشجعنا مش على طاولة حوار، طالع على طاولة نعم تناقش فيها كيف بنقدر في لبنان اليوم بظل الفراغ اللي حاصل وبظل الخطر المحل اللي محدق بلبنان، كيف فينا نشكل حكومة بسرعة وشو برنامج عمل؟ عمل لي أفضل من هيدي كلها، عمل لي مبادرة حسن النية. شو هي بل بصيغة تكون مقبولة للجميع. شو هي الصيغة؟ أنا برأيي شو هي الصيغة المقبولة بالنسبة لكم؟ هذا الكلام مش معنا نحن، بده يصير مع رئيس الحكومة ورئيس جمهورية. رئيس الحكومة ورئيس جمهورية مؤتمنين على تشكيل هذا. ولك يا دكتور غطاس إنه معلش كمان هذا إنكار. أي رئيس حكومة مكلف لأنه عم نحكي معك أنت مستشار أساسي للدكتور غطاس. أنت بتعرف يا أستاذ مرسل نحن عنا أي استعداد لتسهيل عمل هذه الحكومة. بس عم بيساعدكم تمام سلام لكم كمان كفريق سياسي. نحن ما عندنا اي اعتراض مع الرئيس تمام سلام، وانت بتعرف انه باخر كلام قاله سعد الحريري نحن مع الرئيس كلنا لازم نعاونه. طيب قديش بده من الوزراء السنة؟ قديش بده من الوزراء السنة تمام؟ هذا موضوع انا ما بفوت فيه يا استاذ مرسي. اهم مبادره حسن نية هي انه يتداعى يعني الكتل اللي بتتداعى لاجتماع تتفاوض يا استاذ. هي المشكله مع رئيس بري والمشكله على بيقول لك تلت معطل، وانا اذا ما في تلت معطل بخرب البلد. بدك تحكي مع كل ما حدا قال بخرب البلد. بعد بريك الاعلاني ادخل مباشره الى التحقيق لزميل فيليب ابو زيد، ماذا لو حصلت الضربه على سوريا وماذا ما هي رده فعل حزب الله اذا كانت هذه الضربه طبعا تداعيت على لبنان المنطقه. حديث مع بول سالم وامين حطيت ومنسال هذه الاسئله، ماذا لو رد حزب الله؟ ماذا سيحدث؟ هذه الحرب إذا وقعت ستكون حربا شاملة لن تتوقف إلا مع خروج الغرب من الشرق. عندما يأخذ الكونغرس موقف مؤيد للضربة حيضطر رئيس أوباما يعمل ضربة أهم وأكبر وأوسع من الضربة اللي كان يفكر فيها. بينما تقرع دول الغرب طبول الحرب، تستعد دول المنطقة الممانعة للمواجهة، وفيما يترقب العالم تفويض الكونغرس الأمريكي للرئيس أوباما بشن الضربة العسكرية على سوريا، يتساءل البعض ماذا سيحل بلبنان والمنطقة، وهل بتنا على عتبة حرب إقليمية؟ ضربة من منطلق الإدارة الأمريكية هي لها علاقة برد على استعمال السلاح الكيميائي، ولكن عندما رمى الطابة بالكونغرس الأمريكي الحزب الجمهوري عم يشترط عليه، إذا لحقته بدك تعمل ضربة بدك تربطها بالصراع بسوريا، بدك تربطها بإضعاف النظام السوري، بدك تربطها بتعزيز الجيش السوري الحر، وبدك تربطها بضغط سياسي لتنحي الرئيس الأسد. العدوان إذا حصل فإن أمريكا تملك إطلاق الصاروخ الأول، ولكنها لن تملك التحكم بمسار العملية. وبحسب العميد حطيط ستشمل الضربة العسكرية 5 مراحل: مرحلة سبر الأغوار، مرحلة فتح الممرات الجوية والبرية، مرحلة القصف الصاروخي، مرحلة تدمير السلاح الاستراتيجي السوري، ومرحلة تقديم الدعم الناري وتمهيد الهجوم البري للجماعات السورية المعارضة. الخوف انه اذا الضربة كانت كتير كبيرة واذا يعني كانت مدخل الى انخراط امريكي واقليمي ودولي كبير في الحرب السورية وراحت على اشهر او سنوات، قد يشكل هذا خطر على دول المنطقة أكثر من الشك يعني من الخطر اللي موجود في الوقت الحاضر يعني. ولكن ماذا عن رد حزب الله وإيران وروسيا؟ حزب الله حتما سيشارك في العملية الدفاعية، لكن طريقة أداء حزب الله وعمله هو من الأمور التي دائما يحتفظ بها الحزب لتشكل مفاجأة. إذا ضربة متوسطة الحجم وإذا شعر النظام وحزب الله وغيره أن النظام قادر يستوعبها بدون ما تغير موازين القوى بشكل كبير، ممكن يتم استيعاب الضربة بدون ردود أفعال كبيرة وبدون تصعيد، لأنه أكيد لا سوريا لا حزب الله لا إيران بدها أن الجيش الأمريكي يرجع يجي جراء تصعيد جديد ويرجع يفوت بهجومات إضافية. هناك احتمال أنه في 24 ساعة الأولى يمكن لحزب الله وسوريا وإيران أن تسقط في منطقة التأثير الاستراتيجي العالي زون ميديان اللي قلت عنه 1000 صاروخ ب24 ساعة. كل شخص يرى أن مصالحه تمس
بهذا العدوان له الحق بأن يبادر للعمل العسكري المشروع للدفاع عن مصالحه. يبقى السؤال، التصعيد العسكري هل سيؤدي إلى تسريع عجلة المحادثات السياسية؟ أم أن ساعة الصفر قد حانت وبالتالي الشرق الأوسط بات في مهب الريح أو الصواريخ؟ ياسين جابر، هل يعني واضح أنه تقريبا الإشارات تقول أننا ذاهبون إلى معركة كبيرة، إلى قد تكون بداية حرب شاملة، هل سيرد حزب الله من لبنان أم من سوريا؟ يعني واقعا يعني الحزب حتى اليوم يعني لا يعلق على هذا الموضوع، ولا أعتقد أن أحد مخول أن يتكلم باسمه توقعا. أنا أتوقع أنه لن يتدخل من لبنان. ليش؟ من لبنان؟ من لبنان. هلا طبعا ما يجري في سوريا، طبعا السوريين لديهم القدرة بأنفسهم أن يردوا إذا بدهم يردوا، بيلحقوا، بس أنه ضربوا لهم يعني مراكز التحكم والاتصالات الذي يكتنف موقف حزب الله وإيران كمان أيضا هناك غموض، هو يعني غموض معبر أنه يترك شك في ماذا سيحدث، لأنه في سيناريوين سمعناهم من بول، وطبعا أنا بعتقد اللي عم يحكيه مزبوط، لأنه اللي عم بيراقب الأقنية الأمريكية والنقاشات في الكونغرس وبيقرأ الإعلام العالمي بشوف أنه فعلا يعني الكونغرس وضع يده، ويمكن ما تطلع يعني الموافقة بأغلبية كبيرة، لأنه حسب ما شفنا بلجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشيوخ كان التصويت 10-7، يعني صحيح. في معارضة، يعني مش مثل بقولوا تأييد كامل وأعمى للعدوان. فعمليا بس المتشددين في الكونغرس صرحوا بكل وضوح أنه لا، بدها تكون الضربة أكبر وأهم وغيره. فبالواقع يعني الحقيقة نحن على أبواب مرحلة خطيرة جدا، ما بعتقد حدا اليوم قادر يقدر بدقة شو حتكون النتائج المستقبلية. السيناريوهات مثل ما طرحوها سيناريوهات مختلفة، ومن هون بقول انه يمكن تحت هذا الخطر الداهم لبنان له مصلحة يضب على بعضه كفرقاء سياسية. رح ارجع اسألك حول موقف لبنان دكتور غطاس، يعني شو بتعتقد؟ كان عم بقول يعني توقعاته انه هو لن يرد من لبنان. انا اللي بشوفه يعني مؤسف هو انه ايران نفسها رئيس جمهورية وزير الدفاع أعلنوا أنه هن مساعداتهم للنظام السوري سوف تقتصر على الدعم الإنساني والمعنوي، يعني إيران حطت حالها خارج المعادلة، أنه ما في توقع لأنه يشاركوا بالحرب مع مباشرة سوريا. طبعا هذا بيعني أنه هن ما راح يشاركوا بالحرب. طيب نحن ليش بدنا وليد المعلم قال انه هيدي هي الحرب هي الطريق الى ايران الى طهران، يعني عم بيحسوا يفوتوا على اللعبة، عم بيحسوا يفوتوا، وهن جوابهم كان انه ما بده يفوت باول مرحله. ماذا لو تغيرت الامور اليوم وامبارح؟ هذا تصريح وزير الدفاع امبارح انه لا، انه ما في، نحن ورئيس الجمهوريه حط سقف لهذا التدخل بانه مساعده لسوريا لوجستيه مش اكثر ولا اقل. طيب نحن ليش ما نحط حالنا ببوز المدفع؟ ما عم بفهم ليش دائما بده يصير التصدي بواسطة حزب الله. حديث طلبت مايل معالي الوزير جابر، ما حكي حزب الله بس توقعاتي اليوم، يعني مثلا نقرأ إبراهيم الأمين بجريدة الأخبار، عم بجرب ارجع لموقف إبراهيم الأمين، بيقول فيه الخميس 29 آب إن أي عدوان غربي سيتحول حافزا إضافيا لحزب الله ليكون في قلب معركة الدفاع عن سوريا. أنا لو يعني كانت ومن يعلم وعلى معالي الوزير جابر كانت محلولي القصة. ما هو اليوم لما بتسمع العميد حطيت عم يحكي هالحكي، هو من أكيد مقرب من الدوائر العسكرية بحزب الله، وبيقول لك نحن بدنا نرد وبدنا ننقي طريق. بس هل رح يكون عنده قدرة الرد؟ يعني هو الرد ما بيكون عسكري، بيكون أمني، وهذا صار قبل، تعرف صار بلبنان سنة 83 صار في رد أمني. ماذا لو استدرج الحزب لحتى قال أنه تبين أنه مصادر إطلاق الصواريخ هي من وادي ما في البقاع ويكون حافزا لل إذا بدك تفوت بالحرب بتلاقي 100,000 طريقة لتفوت بالحرب. نعم. وما في شيء، وفتنا بالحرب وتكون هيدي باب للدخول إلى حزب الله، على أساس أول شيء نحن في قرى شيعية بدنا نحميها، صفينا بالقصير وانتهينا بآخر بحلب. فاليوم اللي بده يفوت بالحرب بيدور على أسباب. بس أنا بدي أرجع أسأل سؤال، نحن لبنانيين
يا بناخد قرار نقعد كلنا سوا على جنب، يا بناخد قرار كلنا سوا نفوت على الحرب. فينا نفعل هالآلية ولا ما حدا بده يسألنا رأينا كيف؟ كمان كيف اشرح لي هالآلية كيف نعمل؟ يعني اليوم عم نرجع على الموضوع الأساس، استراتيجية دفاعية حول شو؟ حول قرار السلم والحرب. اليوم إذا في فريق فات على سوريا وقعد جوا وعبيقاتل جوا، رجعنا هلأ بطل موضوع استراتيجية الدفاعية اليوم مطروح. اليوم في مسألة نظام طويل عريض مرتبط بين إيران وبين دمشق وبين بيروت. يعني أنت عم تطمني أنه رح نفوت على الحرب بدون ما نعرف؟ لا، أنه آخر شيء هل الحزب سينظر إلى سوريا تسقط وهي شبكة دفاع والأمان استراتيجي وهو عم بيتفرج؟ أنا هو دخوله في الحرب كان له عنوان استراتيجي. لبنان صح؟ لبنان قادر على حماية كل مواطنيه بما فيها حزب الله. العودة إلى لبنان تقدر تحمي حزب الله. مرسال، تعرف الرأي العام الدولي اليوم، يعني أنا قريت مثلا من 3-4 أيام روبرت فيس كاتب مقالي بالإنديبندنت أنه من أي متى صار القاعدة أوباما حليف القاعدة. بسأل الرئيس أوباما بيقول له أنت هل تعلم إلى جانب من ستكون تحارب في سوريا؟ نعم. اليوم حتى كثير من النواب الامريكيين اللي كانوا عم بيستجوبوا الرئيس كاري واللي علقوا من الخارج ومعلقين وصحفيين وكلهم، ليش سالتك مين اللي حيربح بسوريا؟ ما السؤال هو شو هي سوريا اليوم الثاني؟ هذا اللي جاي اساله. فعمليا يعني انا بعتقد انه احنا بلحظه تاريخيه، يعني ما حدا عارف شو في بكره. طيب هون خليك، كل السيناريوهات خليك معي غطى صوري. اليوم الثاني اللي طلق فيه الأستاذ ياسين بقبل أول محور، اليوم السوري للضربة العسكرية على سوريا، يعني واضح أنه هذه الضربة أو ستجعل النظام واهنا لدرجة أنه يمكن أيامه أو أشهر تكون معدودة أو أنه ستقضي عليه بشكل نهائي. طيب في أفرقاء بالداخل حلفاء لهذا النظام، اللي أنتو كطرف سياسي وحضرتك ممثل لرئيس تيار سياسي طويل عريض اسمه سعد الحريري، كيف كنت تتعاملوا مع هزيمة هذا الطرف السياسي بسوريا ولا بلبنان؟ بلبنان وبسوريا. بلبنان مش ما في هزيمة لحدا. هذا اللي كان عم بلبنان ما حدا يراهن انه في هزيمة، ما حدا يبين. انا عم بقول لك الحاضنة الأساسية لكل اللبنانيين هي الدولة اللبنانية، ونرجع كلنا على يعني على شو بتقول له لحزب الله؟ انا ما بشمت فيك، بس السؤال انا شو بدك تعامل مع التغيير اللي حيكون؟ انا هذا الموضوع يعني خلينا نتذكر نعم. شغله بقمة ايرلندا الأخيرة صحيح، طلبت القمة من النظام ومن المعارضة بسوريا شو يعملوا؟ يضربوا النصرة. طيب زكا السؤال اليوم انه شو شو حيصير هلا اليوم؟ بدنا نعمل خدمة لبشار الأسد نفرجي انه كل الشعب السوري نصرة، مش صحيح هالكلام. كمان انت بتعرف في تقارير صادرة من دراسات متعددة بنص امريكا ومنشورة انه الكلام مبالغ فيه على قدرة التكفيريين بسوريا، مبالغ فيه. حال ما هو كان ما هو كان يبعثهم على العراق عم يرجعوا لعنده. إذا سؤال قمة إيرلندا بس أكبر يعني صار في انتفاضة معلشية أستاذ ياسين، أكبر ممول لكل التنظيمات الإرهابية وللتكفيريين هو المخابرات السورية. بلبنان الحمد لله إجانا فتح الإسلام طلعت مخابرات السورية، إجانا تفجير هلا طلعت مخابرات السورية، يعني هلا هو عم بيعمل وإجانا تكفيري مسيحي كمان نقل أزايد. شو بعد في أكثر من هيك؟ يعني هو عم بيمولهم ليقتلوا يا أستاذ، بيستعملون بحربه، بيستعملون اليوم خرج. هيدي كانت تعرف قصة هيدي كانت يمكن قصة تعرف قديمة. لا لا هلا هلا يعني قصدك تقول أنت باليوم التالي لتغيير النظام أنت خيفان من هذه المجموعات التكفيرية مثل ما بتسموها؟ العالم كله خايف. طيب أنت خيفان عليها توصل على ارتدادات على لبنان؟ أنت عم بتشوف التعليقات على التلفزيونات الأمريكية نعم لما بيحطوا صورة هيدا اللي أكل كبد قلبه. بس هيدي مين نشرها هي الصورة أساسا؟ بقول له هيدا بدك تعطوه سلاح يعني يا ما في مال شيء اليوم في صور ظهرت انه هيدا ما بنعطيه في جرائم ارتكبت. طيب احمد الجربه، احمد الجربه بلقائه معي واللي عم يكب كيماوي بنقول له كفي انه هاي هي المعادله. لا مش هيك موضوع الكيماوي اليوم الامم المتحده وفي تحقيق عم بيصير وفي كذا، خلينا نتاكد بالاول نطلع على النتيجه. يعني ما احمد الجربه بلقائه معي استاذ ياسين قال في سيناريو للتعامل مع هذه المجموعه عم تقرير قايله فيه مخابرات الألمانية اللي هي ما بدها تفوت بالحرب. قايل اليوم على الاتصال بين مسؤول حزب الله طبعا وانه في تريس تبع السيرين جاز اللي هي موجودة صارت بغالبية التحاليل اللي اخذوها الأوروبيين. هو هلأ اول شيء اللجنة اللي راحت الخبراء نعم بدها تثبت اذا في ولا ما في
سرنجا. ليك هلا ثاني خطوه بده يقولوا مين اللي حط السرنجا. اذا بدك نضل نتناقش بجنس الملائكه لبكره بنتناقش، بس اليوم بالاخر في 1000 في 1500 واحد فطسوا ببيوتهم وكافي هذا لانه المجتمع الدولي يتحرك. هلا ما هو هل الكيماوي الكيماوي الموجود نعم كانه كان مع الدوله او مع صار بيد اخرى هي مسؤوليه كلنا الدولة. كلنا لازم نكون ضد استعمال الكيماوي وضد الارهاب، كلنا لازم نكون، يعني هيدي شغله بالنهايه انسانيتنا ما بتسمح فيها، لا ضد الجرائم الارهابيه ولا استعمال اسلحه مثل الاسلحه الناعمه. ياسين المسؤول الايراني اللي زار بيروت، المسؤول الايراني اللي زار بيروت بيقول منطقه ستشتعل اذا وقع عدوان على سوريا. طيب لا ما انا شفته ما قال هيك برجردي اعلان بكل الصحف طالع الخبر هلا قال انه في خوف، بس انه شو قال ما يعني هن كل ما سئل على الميادين انا احنا اجتمعنا فيك لجنه شؤون خارجيه مرتين وكان في حضور من كل الكتل النيابيه من القوات اللبنانيه ومن تيار المستقبل اجى خضر حبيب وكان في من الكل موجودين وسئل بالتحديد على التلفزيون ونحن سالنا ماذا سيكون موقف ايران، قال نحن ليس لدينا اليوم موقف بهذا الخصوص. بعدين اليوم بتعرف يعني استاذ مرسالي اليوم الاخر شو ما كان بضلوا افضل من الموجود، واليوم الثورات كلها بتمرق بمراحل انتقاليه وانت بتعرف يعني حتى الثوره الفرنسيه مرقت بطلوع وزول ما يجري في مصر وليبيا اليوم الاخر بليبيا يعني احسن اللي كان موجود معلش شو ما كان لا 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 اوعى يسمعك الرئيس بري انا عم اقول يسمعك الرئيس بري عم تذكره انه القذافي احسن من القاعده بدك تسال المصريين نعم بدك تسأل الشعب التونسي الشعب الليبي كل هذه الشعوب اللي عم بتعاني اليوم خرجت من الأمم واليوم في صراعات بيناتها وما فيك توصل لنظام مثالي بسنة وسنتين هذا متعارف عليه مش عم بخترع البارود بس اليوم بالشكل اللي رايحه فيه الامور اذا بدنا نمشي راحت على فوضى كامل بس اذا بدنا نمشي بهالنظريه كل الدكتاتوريات بالعالم ما حدا رح يحركها الدكتاتوريات بالعالم بدها توقع وبده يكون في فجر جديد وبده يكون في ديمقراطيه وهذا حقه تضحيات ودم للأسف. من هيك هذا النظام هو عم بينازم مثل ما بينقال عم بفجر بلبنان يعني ايه طبعا طيب. ومستعد يفجر اكثر واللي صار مستعد يفجر اكثر وين يعني هون عم نسمع سيناريوهات انه قيام حلفاء سوريا باعمال انتقاميه في لبنان ضد مصالح غربيه انتم بصوره هذه المعلومات انا اللي بدي اقول لك ما في ولا مره نحن اتهمنا لا حلفاء سوريا ولا اتهمنا نعم. افراد لبنانيين وتبين انه الافراد اللبنانيين لو كان قادر ينقل كميات من المتفجرات بطريقة أخرى عبر حلفاء وما كان استعمل نعم. الوزير ميشيل سماحة وهلأ مثل ما شفت طلعت الشبكة قديمة وموجودة ورجع استعملها وهذه شبكة ما لها علاقة الأطراف اللبنانية الأخرى أنا بعتقد الكل حريص على أنه لبنان يضل متمتع بأمنه وأنه لبنان يتفادى أي حرب داخلية كل الفرقاء بعتقد الحزب الله وأمل والتيار الوطني الحر والمستقبل الكل يعني والا كان صار عندنا مشكله كبيره بلبنان ليش سنتين ونص ما انزلقنا الى حرب اهليه هذا صحيح في اراده لبنانيه في اراده لبنانيه انه ما نذهب الى حيث كنا قبل سنه التسعين لانه مفروض نكون تعلمنا كنت واثق بتحقيقات شعبه المعلومات لانه انطرح كثير تساؤلات حول هذا الموضوع ما يعني حتى ما من بعد حلفاء ما دخلت فيها لانه في قضاء بالنهايه القضاء اللبناني هو لانه في كثير كلام بهذا الموضوع باي حال قبل ما اختم يعني بدي اقول ان نتيجه التصويت على السؤال طرحناه على الويب سايت هل تعتقد ان حزب الله سيرد على العمليه العسكريه ضد سوريا 45.6% بيقولوا نعم حزب الله سيرد 54.4% بيقولوا كلا حزب الله لن يرد على امل انه يعني طبعا هذا هي بس شغله صغيره قبل ما نخلص لانه اجاني اتصال انه في كان سوء فهم للي حكيناه ببدايه الحلقه موضوع النبطيه بموضوع لا موضوع التجار وبالتجار وغيره لا يعني حتى ما يكون في سوء فهم نحن بالعكس انا قلت انه نحن شاعرين بوجع التجار ونحن اصلا جزء من الهيئات الاقتصادية في لبنان لأن احنا عندنا مصالح اقتصادية في البلد ودائما نحن رهاننا على لبنان وطبعا عم نعاني مثل ما هني عم بيعانوا بكل مصالحنا فلا صرختهم اللي سمعناها أكيد صرخة في مكانها ولكن المهم أنه طبعا يستمع لها كل القياديين في البلد ويلبوا النداء إلى طاولة يقعدوا عليها ويلاقوا حل
اليوم قبل بكرة لموضوع تشكيل حكومة في لبنان. من أي متى بصير في طاولة حوار بدل ما تكون على السخن وخارج لبنان؟ أنت بتعتقد بعد لازم تضيع الوقت؟ أنا برأيي لازم نحن نمشي بتأليف حكومة وندعم رئيس الحكومة ورئيس جمهورية، ورئيس جمهورية إذا ارتأى أنه في ضرورة لطاولة حوار نحن على أتم الاستعداد. بس يا دكتور غطاس بمؤتمر الدوحة نعم قعدنا على الطاولة وشكلنا الحكومة هونيك، يعني كيف في أمير قطر عليها؟ كيف في أمير قطر؟ ليش ما فينا نعملها محليا برعاية رئيس الجمهورية؟ بمؤتمر دوحة كمان اتفقنا على قانون الانتخاب تماما. بس انه ليش ما بنقدر اليوم نقعد على طاولة برئاسة الجمهورية؟ بقول لك ليش، لانه اتفقنا بالدوحة انه ما في انسحاب من حكومة الوحدة الوطنية، اتفقنا على كثير شغلات ورجعنا خرقنا هذا الاتفاق. خلينا نتفق على اليوم في هذا الزمن بهذا الواقع على حل الخروج للخروج من هذا المأزق الذي نحن واقعين فيه. نحن معك لكن ما عم يتم الاحترام اي اتفاق عم نوقعه، ولذلك مثل ما انت شايف في تردد بالذهاب الى اي شيء ما بيكون في ضمانات. على كل حال كنت بدي اسال سؤال بعد انه بدي جوابكم بكلمه وحده لانه خلص الوقت. مع هيك عمليه ممكن تصير اي موقف على لبنان ان ياخده، هل يدين ضربه، هل يدعم النظام ام يسهل للغرب عملياته؟ لبنان عليه ان يبحث عن كيف سيتعامل مع انعكاساته وخاصة بدي الموقف الرسمي لرئيس حكومة لبنان المكلف أو التصريف الأمير أو الجمهوري. شو بيقول؟ بيسهل الغرب عمليته، بيدعم النظام أم يدين الضربة؟ لبنان يجب أن يستنكر أي عدوان على دولة عربية. لبنان بيقعد على الحياد، سياسة النائب النفس بعد مستمرة لازم تكون بشكل جدي، مش يعني ما بدين العملية، ما بيقدر يدين أي عدوان على دولة عربية هو مدان، ما بيقدر يدين العملية. في موضوع إنساني، إذا ثبت أنه هذا تم استعمال الغاز لم يثبت بعد، خلوه يستعين الأمم المتحدة وثبت الأمم المتحدة هالشيء ويأخذ غطاء الأمم المتحدة ومن ثم يعني يستعان به هو وغيره من القوى لحتى يصلحوا الوضع. بس إذا بدون غطاء الأمم المتحدة، أنت بتعرف أنه هذا الموضوع بالغرب عم يمرق بنقاش عميق، وأنا برأيي إذا لم يثبت استعمال الغاز رح يكون في صعوبة بالضربة. شكرا لك دكتور غطاس خوري، المستشار السياسي لدولة الرئيس سعد الحريري. شكرا للنائب في كتلة التحرير والتنمية الأستاذ ياسين جابر، أهلا وسهلا فيكم. بالختام هذه الحلقة كلنا معك، حملة شبابية غير سياسية نشأت بعد حلقة كلام الناس السبت الماضي لدعم المواطن أحمد العبوس اللي فقد عائلته أحفاده وابنه، يمكن جمع المساعدات لشراء فان لإله بدل اللي احترق لحتى يستمر بتأمين عيشه بطريقة كريمة. للمساعد الانضمام لصفحة كلنا معك على تويتر وفيسبوك. بدي أقول إنه توضيح اللي أطلعه الأستاذ ياسين جابر كمان هلا حول موقف أول حلقة صار على تويتر. شكرا لكل اللي تابعونا بأول هذه الحلقة، لغاية هلا، تصبحوا على ألف خير. شكرا.